اهلا بيكم. كتير بنقرا ان في فنانين وفنانات عظام كبار وهم في اواخر عمرهم بقوا بيسالوا المساعده وبيبحثوا عن دوله تقدم لهم خدمه رعايه صحيه مجانيه وكلام، واحيانا بيلموا تبرعات من بعض وبنقرا ده. السؤال اللي انت بتساله لنفسك، يعني الفنانين معروف هم من اعلى الدخول في البلد، يعني ايه اللي بيخلي الفنان في اواخر ايامه بيمر بالضائقه دي؟ النهارده في نهايه هذا البرنامج الفقره الاخيره هيشرفني فيها الفنان الكبير محمد ابو داوود، شغل منصب سكرتير عام نقابه الممثلين. عايز اساله في قلب هذا الموضوع، لان احنا عندنا عدد من الفنانين والفنانات انا اوقات لما اقرا بندهش، يعني ازاي حتى واصلين لمرحله مش قادرين يدفعوا تمن كام ليله في اي مستشفى. خلونا ايضا نتكلم عن محافظ انا شايفه اليومين دول ورئيس الحكومه عمال يغير وبيبحث عن تعديل، بيقولك انا مش لاقي ناس، مش لاقي كفاءات، دي الكلام اللي عمال يطلع. النهارده بيشرفني محافظ شاطر قوي وذكي قوي، وانا من النادر ان انا همدح لك محافظ بصراحه، لان انا شايف اعضاء كلهم او غالبيتهم موظفين، سكرتاريا لرئيس الوزراء. النهارده انا جايب لكم محافظ بطروح، راجل عامل مؤتمر اقتصادي عن حق، مؤتمر اقتصادي حقيقي، جاب استثمارات عايز اخضك يعني بمئات الملايين من الدولارات. المفاجاه بقى ان الفلوس دي جزء منها دخل مصر. انا بس بشوقكم على حلقه النهارده، لان حلقه النهارده غير فيها النجوم دول، النهارده بتشاركني في تقديم الحلقه نجمه كبيره، بس نجمه ممكن ما تكونش في مجال الاعلام، بس نجمه كلكم ممكن تكونوا بتحبوها، رفعت اسم مصر كبير قوي، بيسموها السمكه الذهبيه، بس هي معاها حصانه. نجمتي النهارده اللي بتشاركني في تقديم الحلقه رانيا علوان. ازيك يا رانيا؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. منورين النهارده ومنوره المصر يا فندي. عايز اقول لك يا رانيا، يعني وانا عمال كده تابع اخبارك، عارف ان انت واخده 77 ميداليه ذهبيه، ده ذهب حقيقي؟ لا يا ريت. امال ايه؟ لا لا، بالاسعار الذهب دلوقتي كان لازم تبقى ذهب حقيقي. لا طبعا. يعني مش ذهبيه اللون. اللون بس؟ اللون فقط. لكن مش ده ذهب عيار 21 او 24؟ لا، بس ممكن نشيك عليهم. اتفضل. عشان لو كده نقسمهم مع بعض. لا، اصل انا قلت لو رانيا واخده 77 ميداليه يا اخوانا، واضرب النهارده لو عيار 24 في 750 جنيه، رانيا خلاص تعتزل. بس انا خدتهم من 17 سنه. من 17 سنه، ده كان يبقى قيمه الذهب السعر القديم. رانيا غير كده كانت عضو مجلس اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيفاجئنا النهارده في 2017 وهو نادي القرن مش عارف يجيب له مجلس اداره بالتعيين، خلى وزير الشباب والرياضه يطلع قرار للسنه الثانيه على التوالي بيعين اعضاء مجلس، ينفع كده رانيا؟ ينفع يبقى بالتعيين؟ لا طبعا. بس احنا عشان يبقى عندنا انتخاب محتاجين قانون الرياضه يخلص. طب وش معنى ده حصل عندنا بس في الاهلي؟ ما حصلش ليه في الزمالك؟ وانا اهلاوي وانت اهلاويه، خلينا نروح على الزمالك على طول، بسم الله ما شاء الله، يعني المستشار مرتضى منصور مبسوطين النهارده. لا لا مش بس النادي الاهلي بقيمته وقامته كده ينفع؟ لا بصراحه يعني يطلع له قرار تعيين؟ ما ينفعش، واحنا ده تاني قرار مش اول قرار، و حاسه ان احنا مش بس محتاجين قانون رياضه، محتاجين ان الانتخابات اللي جايه تبقى اقوى شويه. انا قريت انها هتبقى في مارس الجايه، يفتحوا الباب. لازم يخلص القانون، القانون بكره يناقش في اللجنه الدستوريه بكره ان شاء الله. طب تدفع الهوا كده تساند راي ان محمود الخطيب يترشح ويبقى رئيس النادي؟ يا ريت والله، يا ريت يا شيخ. يا معقوله؟ طب. يا طب ده مش هيزعل محمود طاهر منك؟ هو ما قالش انه عايز يترشح، ما هو الانتخابات حاجه ثانيه، انتخابات النادي الاهلي حاجه ثانيه. الخطيب لو نزل يكتسحها؟ اتصور. ما اعتقدش في حد قدامه يقدر ينافسه. اتصور لو الخطيب نزل طبعا ينجح. ولو كلمك تنزلي معاه في القايمه على طول؟ انا ان شاء الله ادخل الانتخابات، بس انزل في انهي قائمه او في قوائم ولا لا، دي الحاجات بتتعمل قبلها باسبوع تقريبا. انت النهارده مفروض ما يجيش اي حسابات يا رانيا، ما تقوليش بقى انا عضو مجلس نواب هتهددني بالحصاله على الهواء. النهارده واحنا مواطن مصري. مواطن مصري. مواطن مصري، مصري افندي. يعني ما حدش ياخد ارائك ويحملها اكتر مما تحمل. لا لا لا، اراء رانيا شخصيه. اراء شخصيه النهارده.
خليها حتى الساعتين دول. ولازم اخدكم لخبر دلوقتي بيقول لك ان وزاره الاسكان طرحت كراسه شروط بكام الف جنيه للي عايز يشتري قطعه من الاراضي من شركات المقاولات في العاصمه الاداريه الجديده. وانا النهارده عايز اعمل وقفه ونقطه نظام مع الحكومه تحديدا. في كلام يا اخوانا، يعني احنا عارفين ظروفنا الاقتصاديه الصعبه، احنا عندنا حجم ديون داخليه واصل 3000 مليار جنيه، عندنا ديون خارجيه واصله ل 60 مليار دولار. احنا السؤال اللي الواحد بيساله لنفسه على عيني وعلى الراس يا باشا، ان انت هتعمل عاصمه جديده، بس هل ده وقته؟ هل ده وقته واحنا عندنا حجم الديون ده؟ وبعدين انت رايح تعمل لي مدينه جديده؟ بمعنى اصح عايز اقول لك ان كان في 17 مدينه اتعملوا قبل كده خدوا عشرات السنين علشان المصريين يعمروها. انتوا هتجيبوا فلوس منين يا اخوانا؟ بمعنى لو انت، خلينا كده نضرب مثل وابسطه لحضراتكم، لو انت عندك شقه اوضه فيها هب فيها نار هتتحرق، بتطفيها ولا بتسيب الشقه وبتدور على شقه تانية تشتريها وتورط نفسك؟ السؤال اللي انا عايز اساله للحكومه، هل رغم كل الاعتراضات، اعتراضات كتيره جدا من شخصيات بالمناسبه بتحب البلد وبتحضر اجتماعات الرئيس السيسي، هدي لك مثال بعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، هدي لك مثال بدكتور اسامه الغزالي حرب معترض تماما على العاصمه الاداريه الجديده، حتى اسمها مش حلو، يعني ايه العاصمه الاداريه الجديده؟ وبعدين انا سايب اماكن عريقه جوه القاهره زي مقر مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب، مش عارف سموه ليه النواب، مقر مجلس الوزراء، دي حاجات تاريخيه. عندك محافظه بهذا الشكل تروح تردم عليها وتقول لي انا رايح البعيد قد ايه 60 كيلو؟ عايز اقول لك لما تقرا بقى بجد فكره العواصم، اي عاصمه جديده عايز تعملها زي البرازيل لما عملت عاصمتها الجديده، انت المفروض تبعد 200 كيلو عن العاصمه. انت اهلاوي؟ انا سايبك تتكلم عشان اهلاوي يعني. اهلاوي؟ لا بس يا رانيا ما تقوليش يعني سايبك تدخل في الخط ده نائبة برلمان والكلام ده، بس لا بكلمك اهلي اهو اهلي. هل انت فعلا يا رانيا، يعني انا قلت رايي، انا رايي ده يعني راي حضرتك، مش شايفاه فكره ان احنا ليه اللي يخلينا نحط مليارات في طوب واسمنت وانا عندي مشاكل اقتصاديه كتيره؟ لا انا شايفه ان احنا يعني عندنا مشاكل، ولكن انا كطبيبه يعني ممكن حاجه اقولها، لما يجي لي مريض عنده مشاكل كتيره جدا انا برضو عايزه اوقفه على رجله. لما اوقفه على رجله بعد كده هيقدر يتحسن ويقدر يعمل حاجات كتيره تانية. وجهه نظري في موضوع العاصمه الاداريه ان فيها ثلاث حاجات: تنظيميا واستثماريا ومعنويا. الشعب المصري عايز يشوف ان احنا بنتقدم، ان احنا في امل في المستقبل. فمبدئيا تنظيميا ما اعتقدش في ناس كتير هتختلف معانا ان احنا القاهره دلوقتي لما تمشي في الشارع حضرتك عشان توصل او لبيتك او لتروح لشغلك او تروح بين الاطفال يروحوا المدارس ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي، ما اعتقدش في عربيه بتمشي على سرعه اكبر من 20 كيلو في الساعه في القاهره. ازمه مرور مش هتتحل غير لما تعمل خلخله في الكثافه السكانيه اللي معموله دلوقتي، اللي موجوده دلوقتي. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت عندك بنيه تحتيه وعمالين حضرتك بتتكلم على الفلوس هنجيبها منين؟ صح؟ الفلوس. احنا مش بنعمل تطوير في البنيه التحتيه في القاهره؟ بنعمل صرف صحي جديد وكهرباء ومترو جديد بنصرف كتير جدا على البنيه التحتيه اللي موجوده دلوقتي. كلام جميل. الفلوس دي تعمل 4-5 من العاصمه الاداريه اللي احنا هنعملها. يبقى انا اصرف في بنيه تحتيه مستهلكه، وحتى لو كملت المشروع لحد الاخر وانت عملت توظيف للبنيه التحتيه اللي موجوده مش هتستوعب الاعداد الهائله اللي موجوده، لازم تخلخل ده وتخرجهم بره القاهره. مين؟ الادارات، الوزارات، مجلس النواب اللي مش عاجبك الاسم. لا 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 ما هتلبس لي قضيه على لا مش عاجبك الاسم، مجلس الشعب، من ينوب عن الشعب. بس هي قلت مؤيده فكره ان يبقى اسمه مجلس النواب، مش هو مجلس الشعب؟ هو كان حلو هو مجلس شعب وشورى بصراحه، بس يعني احنا مش ده موضوعنا. احنا يعني انا رايي ان ده الحاجتين اللي انا احب اقولهم، ان لما تنقل كل الاداريات دي بره عندك، بعد كده جزء تاني ان انت لما تكون كمستثمر اجنبي جاي تبص على بلد بتنمي نفسها بتبني مكان بره، عاملين نظام انك المباني اللي هتتبني دي على اعلى مستوى، ويمكن شفنا الماكتات، حاجه تفرح. طب اسمحيني اقاطعك، اسمحيني اقاطعك معلش. أهلاوي أهلاوي ليك وليه مطلق الحرية قطع. بس أنا عايز أقول حاجة يا أخوانا، يعني
انا مش معترض على فكره ان تكون هناك عاصمه اخرى لمصر، بس انا بتكلم على التوقيت، ظروفنا الاقتصاديه صعبه. وبعدين عايزه تقنعيني انا موظف في وزاره الاسكان ولا اي وزاره، وزاره الصحه، هتنقل المقر 60 كيلو في طريق السويس، انت وانا ساكن في اكتوبر، هقعد بقى اتشحطط علشان اروح هناك لحد العاصمه وارجع تاني؟ هل ايه تقدر تعمل لو انت عندك 7 مليون موظف، 2 مليون موظف منهم في القاهره، هتعمل 2 مليون شقه؟ يعني مش ده برضو صعب يا رانيا؟ هيسكنوا في العاصمه الاداريه على فكره، دي هتبقى جميله جدا. انا نفسي لا هروح اسكن جنب مجلس النواب، ده لو لسه يعني مجلس النواب اللي هناك في العاصمه. ايوه طبعا في العاصمه الجديده طبعا، كل الناس دلوقتي بتنقل بره القاهره عشان تعرف تودي اكتوبر يا اخوانا التجمع، انما 60 كيلو. طب وبعدين هنجيب عشرات المليارات بدل من هيك، احنا مش هناك، بس خلينا نفتح تليفونات لحضراتكم، خليكم حكم بينه وبين رانيا. هل انت تؤيد العاصمه الاداريه الجديده رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بيها مصر؟ انا بتكلم على التوقيت، انا عم مش خبير اقتصادي ولا خبير تخطيط مدن، بس انا بقول لك انا كمواطن، لما انت كل يوم، انا كراجل متزوج بقول لمراتي كل يوم حلو؟ لا ده كان ضروري، ده ميه. طب ما هو ضروره، لا العاصمه الاداريه شويه طب، ما احنا بعد شويه محتاجين ميه برضه. طب لو انا رايح لمراتي كل يوم بقول لها انا مش لاقي والمرتب مش قادر يكفيني ولم ايدك، تلاقيني رايح اشتري عربيه، لا مش عربيه، اشتري بيتي واشتري ارض ازرعها واشتري مصنع واشتري حاجات اقدر ابني بيها بلدي. طيب لحد دلوقتي وانت نائبه في البرلمان طلعي لي اماره ان الحكومه راحت مقدمه دراسه جدوى للعاصمه الاداريه الجديده، ما حدش يعرف حاجه، هو خلاص احنا رايحين نفحت رايحين نعمل والكلام. التليفون متاح امام حضراتكم على الشاشه، ادخل وقول لي رايك، هل تؤيد فكره اقامه عاصمه اداريه جديده رغم الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها مصر، ولا انت شايف لا انت تؤيد وان العاصمه دي زي الفل؟ بس وحياه دينك يا شيخ، لو انت ساكن في اكتوبر وشغال في وزاره الصحه هتفعل المشوار ده كل يوم؟ خلينا نتكلم بجد. طب قبل ما ناخد التليفون بس انا حاسه ان المشروع ده كمان المفروض كنا نعمله من 25 من 30 سنه، احنا بنورث الاجيال الجايه مشاكلنا اللي احنا موجوده دلوقتي وموجوده بقى لها 30 سنه، فاحنا كان ممكن نستنى ونقول معلش وناخد الطريق السهل ونرصف الطرق ونجمل القاهره اللي موجوده ونقول للناس يا جماعه احنا اشتغلنا. رانيا بتتكلم فكره ان انت لو كنت عملت المشروعات دي من 20 30 سنه زي الاصلاح الاقتصادي ما كنتش وصلت للحاله اللي انت فيها دي، بس انا بتكلم ان انت فتحت طرق يعني 7000 كيلو خدت فلوس كتير. ده الطريق الصعب، بس ده الطريق اللي لازم نعمله. تفتح كمان عاصمه جديده، ما انت فاتح هي تفريع قناة السويس. مش عاصمة جديدة بنتبسط، يعني مش عاصمة جديدة حاجة رفاهية، دي عاصمة ما حاجات كتير محتاجينها، مش بس ترفيه ولكن وزارات الأعمال، الاستثمارات اللي هتدخل البلد، العمالة المصرية اللي هتستعمل المكان ده هيتبني ازاي؟ عمالة مصرية. طيب شركات مقاولات مصرية، عمال مصريين، هتحارب البطالة أو هتحسن من البطالة بتاعتك اللي موجودة وفي نفس الوقت بتبني لقدام. مع احترام الرأي رانيا وهي ليها مطلق الحرية، ده معاها حصانة يا باشا يعني. لا ما احنا شلناها النهارده، شلناها هنا. بس هي شالت الحصانة بصراحة على باب الاستوديو. استوديو بس. الآراء عند حضراتكم، معايا أول اتصال تليفوني من مين؟ دسوقي من المنوفية، أهلا بيك دسوقي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أستاذ محمد إزي صحتك؟ إزيك يا حبيبي، رحب بدكتورة رانيا ضيفنا. إزيك يا دكتورة رانيا؟ أهلا وسهلا. نائبة المحترمة. ميرسي يا فندم، أهلا وسهلا. قول لي هل تؤيد فكرة العاصمة الإدارية الجديدة ولا شايف إن ده مش وقتها؟ بص يا أستاذ محمد، أنا أولاً ثالث مرة بتصل بالبرنامج. وأنا أولاً بعزي حضرتك في وفاة السيدة الفاضلة والدتك والبقاء لله. البقاء لله. اتفضل. عايز اسمع رأيك دلوقتي. العاصمه الاداريه احنا قلنا دلوقتي ان البلد زي ما قال الرئيس في وضع اقتصادي حرج. البلد في وضع اقتصادي حرج، فاما البلد في وضع اقتصادي حرج مالهاش لازمه اللي هي العاصمه الاداريه الجديده. نعم. دي يا جماعه زي ما انت قلت انا متفق معاك، لان انت اولا قبل ما ادخل في الموضوع انا بحيي حضرتك لان انت من الاعلاميين المحترمين اللي لا بتشتم في حد ولا بتهيج ناس على بعض ولا كلام من ده، انت اعلامي محترم ومحترف والحمد لله ان انا اتصلت وعرفت ادخل على البرنامج. طب خليك معايا لان رانيا ليها وجهه نظر هتقنعك بيها، اتفضلي رانيا. هقول لحضرتك البلد دلوقتي الحاله الاقتصاديه في البلد تعبانه،
يعني البلد الحاله الاقتصاديه تعبان. احنا زي ما انت قلت سعادتك اللي متابع البرنامج من الاول، عندنا التجمع ووزاره الداخليه الجديده اللي اتبنت في التجمع، يبقى لازمتها ايه العاصمه الاداريه الجديده؟ عندنا 6 اكتوبر، عندنا الشيخ زايد. دلوقتي حاله البلد الماديه ما تستعملش. النهارده البنك الدولي او صندوق النقد الدولي مد تحذيرات لمصر ان في خطر من زياده نسبه الديون الداخليه والخارجيه. الدين الداخلي وصل لحوالي تريليون، الدين الخارجي وصل لحوالي 50 مليار جنيه، 50 مليار دولار، 60. فالبلد دلوقتي مش مستحمل. نمره 2، انا عندي خطه او راي للنهوض باقتصاد البلد. ايه هو نمره 1؟ طب انا استسمحك عشان انا بس مخصص وقت البرنامج الفقره الاولى للعاصمه. انت يعني صديقي لو هياخدوا تليفونك في الكنترول انا ممكن اتواصل معاك يعني. بس انا عايز ارد عليه. اتفضل. انا عايز اقول ان احنا ما حدش اعترض، انا مع حضرتك ان احنا عندنا ديون، ولكن احنا ايه اللي هيتغير؟ احنا عندنا زي ما تقول بلاعه، البلاعه دي عندنا تسحب كل مواردنا، كل حاجة. احنا امتى هنبني؟ امتى هنسد البلاعة دي ونخلي بلدنا تبتدي تقف على رجليها مرة تانية؟ انا معاك ان احنا عندنا ديون، بس الطريقة ان احنا نسد بيها ديوننا هو ان احنا نبني مستقبل احسن للجيل اللي بعد كده. بالظبط. احنا معانا تليفون تاني. احنا معانا مين يا شباب؟ معانا محمد من الشرقية. محمد. السلام عليكم يا استاذ محمد. سلام ورحمة الله. أنا اللي كلمتك قبل كده يا باشا وقلت وهنعمل حلقة لل 5% اللي بياخدوا 68 جنيه من الشرقية. نعم المعاقين. 68 جنيه. بقول لك إيه يا قمر؟ أنا قاعدة جنبي قمر عضو مجلس نواب. اسكت بس. إحنا مش هنقعد. بص هنلعب لعبة عضو مجلس النواب رايحين جايين. ده لا مواطن. لا النواب ما عادش بيعبر حد. لا اسمع بس اسمع، أنا جايب لك حد بيعبر حد. رانيا ده مواطن. أيوة. شغال بالنسب للمعاقين بس بياخد 68 جنيه بيقول ده ما ينفعش. الراتب الاساسي طبعا ما ينفعش. انا مش هعترض. طبعا طبعا ما ينفعش. طب قول لي صوتك يروح ايه لمجلس النواب؟ عايز انت عايز ايه؟ عاوز ايه؟ قول لي انت شغال في مكان ايه؟ بتاخد كام؟ التربيه والتعليم. التربيه والتعليم. تمام. اجالي 5 سنين. بقاله 5 سنين وبياخد 68 جنيه. بيشتغل ايه؟ حضرتك بتشتغل ايه في التربيه والتعليم؟ اداري. انا راجل معوق. تمام. هو عمل ايه يعني؟ انا جالي 5 سنين وقعدت 10 سنين لما خدت الوظيفه بعد الثوره. طيب يعني قعدت 10 سنين. انا اسمح لي اخد تليفونك، اسمح لي اخد تليفونك هديه لرانيا بصفتها عضو مجلس النواب. ما انت برضه لازم الناس نتوصل. نادي الاهلي اهلا وسهلا. والمواطنين كلهم اهلا وسهلا. بس بيتكلم عنه. ما سالناهوش اهلاوي ولا زملكاوي. لا لا بس حنان من القاهرة. تمام. اهلا مدام حنان. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ بقول يعني انا استأذنك تعالي صوتك بس شوية مدام حنان. يعني بقول لحضرتك لو سمحت يعني انت بتتكلمي اني على المستقبل. الو سامع حضرتك اتفضلي. ايوه على المستقبل. طب ما الناس اللي عايشة دلوقتي هل مش من حقها ان هي تعيش كويس؟ اكيد. يعني انا لما اهتم بالعاصمة الادارية واسيب القاهرة ومهتمش بيها، طب ما دي كارثه. لا اكيد اكيد انا مع حضرتك ان احنا لازم برضو نهتم بالعاصمه اللي موجوده دلوقتي. لكن انا بس رايي مش ان احنا ان العاصمه الاداريه حاجه مش محتاجينها، محتاجينها. نعم. ومحتاجين ناخد فيها خطوات دلوقتي. الريتم او السرعه اللي احنا ماشيين بيها هي اللي ممكن تختلف. لكن انا مع حضرتك طبعا ان لازم احنا اللي عايشين دلوقتي محتاجين ان احنا نعرف نشتغل عشان نعرف نبني. احنا عايزين نقول للناس هو الاختلاف على التوقيت بينه وبين رانيا. رانيا شايفه ان احنا يعني عمالين ناخر حاجات كتيره، فربما صح. ده بيأثر علينا والتكلفه تبقى اعلى. واللي احنا والطريق ده اصعب. ان احنا انا معاك، بس انت جايه في ظرف اقتصادي صعب جدا. مش هيتحسن غير لما احنا ناخد خطوات. والمواطن مش لاقي فيقول لك طب الكم مليار اللي كنت هتدفعهم، طب ما كنت تعمل لي بيهم حاجه النهارده. ما دي وجهات نظر. خلي بالك انت بتحكمي شعب، الشعب ده ليه وجهه نظر، ليه راي، لازم يتسمع. عايزاك تشوف ان احنا فعلا كل مواردنا بتختفي في ظل الكثافة اللي احنا عايشين فيها. احنا محتاجين ننتشر عشان كل واحد يبقى عنده وظيفة، وكل واحد يبقى عايش جنب بيته، مدرسة ولاده جنب بيته، يقدر يروح شغله، يقدر يأدي في شغله. احنا بنروح الشغل هل بنأدي 100%؟
لا يعني لا اكيد لا. النتائج اللي احنا محتاجينها مشكله رانيا اهلاويه وانا مش قادر اعارض كتير جامد بس انا لازلت عند رايي واتمنى ان الحكومه تسمع. بس هي ليه مطنشه كده؟ يعني سايبانا كان احنا عايشين في كوكب ما تخافش الحكومه يعني. هتتحاسب ده الكوكب اللي راحت له كره شهر حسام غالي بالمناسبه. لا 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 هي كره حسام راحت بس الحكومه ده. هتتحاسب في اخر يوليو ان شاء الله يا مساهل بس على الله تعدوا البرلمان وتختاروا منهم الوزراء. عايز اذكركم النهارده هاشتاج الحلقه يا شباب محافظه مطروح. وبعد الفاصل مباشرة هيشرفني السيد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح. أنا رأيي الشخصي أنه هو محافظ من زمن آخر، محافظ فعلا خارج الصندوق. هتشوفوا أفكاره وأراءه. نطلع فاصل. بعد الفاصل اللواء علاء فتحي أبو زيد محافظ مطروح الحالي تولى عددا من المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب مدير مكتب المخابرات الحربية بكل من مطروح والإسكندرية. حصل على شهادة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم العسكرية، كما نال بكالوريوس التجارة في تخصص إدارة الأعمال. تولى ملف أرض الضبعة لإنشاء المحطة النووية واستطاع إقناع الأهالي بتسليم أراضي المحطة مقابل إقامة قرية سكنية متكاملة خاصة بهم. برز دور أبو زيد خلال الفترة الماضية بعد نجاحه في تنظيم مؤتمر للاستثمار بالمحافظة، نجح من خلاله في جذب استثمارات عربية وأجنبية بقيمة تزيد عن 100 مليار جنيه. نجح في إنشاء عدد من المشروعات التنموية كان آخرها إنشاء أول مركز لعلاج التوحد في مصر، ويفضل الاحتكاك المباشر بالأهالي لمعرفة احتياجاتهم من البنية الأساسية والخدمات. تعد محافظة مطروح من المحافظات الصعبة في إدارتها، ليس لكونها محافظة حدودية وحسب، وإنما أيضا لطبيعة السكان بها والتي تتمتع بالصفة البدوية والقبلية التي لها نمط حياة مختلف عن نظائرها في باقي المحافظات. لكن رغم الظروف الخاصة لمحافظة مطروح، فإن محافظها الحالي اللواء علاء أبو زيد استطاع من خلال علاقته مع أهالي المحافظة إقناعهم بترك الأراضي الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية ومنحهم مدينة سكنية خاصة بهم، وهو ما وافق عليه الأهالي. كما نجح أيضا في إطلاق مبادرة تسليم الأسلحة غير المرخصة للقوات المسلحة. ولم يكتفي أبو زيد بالخطط السياسية والأمنية للمحافظة الحدودية، لكنه نجح في تحويل المحافظة إلى مقصد سياحي واستثماري مهم، وذلك عقب تنظيمه مؤتمرا اقتصاديا كبيرا العام الماضي. نجح من خلاله في جذب استثمارات سياحية وزراعية وصناعية بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، كما بدأت المحافظة في إنشاء أول مركز طبي لعلاج مرض التوحد في مصر والشرق الأوسط، ومدرسة فنية متخصصة في علوم الطاقة النووية لتوفير العمالة الفنية اللازمة لمشروع الضبعة النووي. اتعودنا لما انت تكون مسؤول كبير وعندك موظف فاشل فعايز تنزل عليه العقاب فتروح بعته لمحافظة بعيدة كده، كان يقولك الصعيد مرسى مطروح، وتعودنا ان انت اخرك في المصيف اسكندرية. فإن مطروح بصراحة ممكن تكون حاجة صعبة بالنسبة لك كمحافظ، اللي يخليك تروح محافظة نائية ما فيهاش أي موارد؟ وللأمانة المحافظة دي ما نعرفهاش إلا من خلال ليلى مراد، صح ولا لأ؟ لكن إن أنت تفاجأ بعد عشرات السنين إن في راجل جاي وبقى محافظ وقرر إنه يشغل دماغه، لأ ده عنده أفكار، والأفكار يصر إن هو إيه يسوقها. المحافظة مطروح دي محافظة اللي فيها عدد كبير من سكان مصريين على عيني وعلى راسي بس يمتهنوا البداوة، لا ده رايح لإيه يضحك بقى على بعض المستثمرين عرب وأجانب، ده أنا عندي استثمارات في المحافظة وتعالوا. المفاجأة إن هذا المحافظ نجح إن هو يوقع لك اتفاقات ب 130 مليار جنيه، تخيل، وتدخل عدد من الملايين الخزانة المصرية، ده جزء من الاستثمار. أنا النهاردة بصراحة أنا بحب علاء أبو زيد محافظ مطروح، بس لازم نعرف إيه القصة،
مساء الفل. مساء النور. بشكرك انك مشرفني وجاي من محافظه مطروح. شرف لي يعني. جبت معاك اللب الابيض ولا كل حاجه موجوده ولا الدنيا هتبقى ناشفه كده؟ لا لا على راسي. اهلا بحضرتك سعيد بوجودي معاك ومنورنا ومبروك على التكريم بكره ان شاء الله. ايه التكريم بتاع بكره ده الرانيا بتقول عليه؟ عرفت حاجات كده في الباك جراوند. اتحاد الاذاعه والتلفزيون مكرمني بكره يعني اوسكار احسن محافظ في دار الاوبرا بكره ان شاء الله. وفي دعاوي ها؟ دعاوي هنروح. لو في لب خلاص بقى تشرفوني يا فندم. طيب مش عايزين نفضح نفسنا على الهوا وعايز اسال حضرتك ازاي يعني انا كمحافظ الكل يجي يقول لك كمسؤول يا عم سكن تسلم والدنيا تبقى زي الفل. ده صحيح. هلف لفه حلوه مع اهالي المحافظه اظبط لهم هنا مخبز هنا مدرسه وشكرا. ده انت كمان بتيجي تقول انا عايز استثمر. انت ازاي طلعت وانت رجل عسكري جبت لي ازاي افكار كده ان انت تعمل استثمارات؟ جبت افكار المشروعات دي منين؟ وازاي نجحت انك تقنع مستثمرين عرب واجانب انهم يجوا يستثمروا في مطروح؟ كويس. طبعا هو الفكره كان سابقني فيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شرم الشيخ. طبعا فالفكره كانت موجوده طبعا وبصراحه يعني محافظه مطروح انا خادم فيها فترات طويله من عمري وانا نقيب وانا في مراحل يعني وانا صغير في القوات المسلحه خدمت فيها كتير وكنت بروح وارجع بروح وارجع لغايه ما يعني حفظت المحافظه كويس جدا وهضمتها كويس جدا. ده بخلاف علاقتي بالمجتمع القبلي وابناء مطروح بالكامل. فعارف الموارد كويس وعارف انها لم تستغل حتى الان. وانا بصراحه مش بنظر لمطروح من منظور انها همشت في عقود طويله قد ما انا بنظر لمطروح ان القيادات السابقه يعني ادخرت محافظه مطروح لوقت عوز. انا باخدها من الجانب ده. ووقت العوز جه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وابتدينا نخرج هذه الدره الى العلن. اما فكره التسويق كان شرفني بصراحه كل التحيه والتقدير مهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الاسبق في محافظه مطروح في زياره تاريخيه بصراحه بعد ان توليت المحافظه بحوالي 4 شهور. تاريخيه لانه اول رئيس وزراء ما جاش رئيس وزراء قبل كده مطروح. المعلومه دي انا عايز اعرفها حضرتك. مفيش اي رئيس وزراء جه على مصر زار محافظه مطروح عشان تتاكد انها قد ايه كانت مهمشه. طيب فالمهندس يعني سيبنا نتكلم براحتك. فالمهندس ابراهيم محلب شرفني وكان معاه يعني بصراحه يعني اقول مجلس وزراء مصغر كان معاه 11 وزير صدر وزراء وانا كنت مذاكر المحافظه بقى كويس. ده كان امتى الزياره دي يا فندم؟ بعد ما انا توليت بحوالي 4 شهور. انا توليت في شهر 2 هو شرفني حوالي شهر 5 6 يعني هم اطمنوا ان حضرتك ظبطت لهم المحافظه وجايين كلهم زياره. فكنت انا بقى ذكرت حاجات الاستثمار وموارد وامكانيات المحافظه وطرحت على سيادته كل الفرص اللي موجوده وكل الساده الوزراء اللي موجودين منهم طبعا الدكتور اشرف العربي موجود وبعض الساده الوزراء موجودين حاليا في الحكومه الحاليه. فبصراحه كلهم اجمعوا ان احنا نعمل مؤتمر اقتصادي لمحافظه مطروح. فانا عدت ذاكرت بقى تاني وعدت العرض على سيادته ان انا اسافر اسوق للمحافظه واخترت الامارات وسيادته يعني صدق لي وسافرت بصراحه عملت وسفرتنا في الامارات بصراحه كانت مرتبه ترتيب كويس جدا وعملنا تسويق للمحافظه وقلت لهم كلهم كان لهم طبعا تساؤلات كتيره جدا في موضوع الشباك الواحد وان احنا بنقعد سنين عمال بس انا فضوليه بس انا كتير سنين نعمل بلاد ايه كمان غير الامارات حضرتك؟ انا رحت الامارات ورحت كوريا. كوريا رحت كوريا الجنوبيه ولقيت اسيا مهتمه طبعا وقعنا معهم وشغالين معانا دلوقتي ما انا جاي لحضرتك. فاحنا بصراحه نقلنا صوره طيبه جدا وقلنا ان احنا هنبقى ملتزمين باللي انتوا الفرص انا مستغرب منك انك تختار فرصه استثمار وتمشي مالكش دعوه بيا وانا هجيبك توقع ما كنتش مصدقين ان احنا نعمل كده اطلاقا يعني بصراحه. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وتعاون بصراحه بقى الحكومه الحاليه برئاسه المهندس شريف اسماعيل وكل الساده الوزراء الافاضل مشيت بقى في الاجراءات كل بقى جهات الدوله التي تديك موافقات على مشروعات ويعني بصراحه اليات كتيره ولكن نجحنا ان احنا ما نحسسش المستثمر بحاجه. يعني انت كنت بتخلص له الاجراءات؟ احنا بنعمل كل حاجه اللي هو ما يطلق عليه الشباك الواحد حاليا اللي هو قانون الاستثمار الجديد. فاحنا الحمد لله يعني احنا مشينا فيه كمحافظه وتحملنا العبء ده. والحمد لله احنا نجحنا في هذه الاجراءات والمستثمرين جم في شهر 7 الماضي 2016 بدعوه من معالي وزيره الاستثمار داليا خورشيد ان هم يجوا يوقعوا عقود الترسيه ان المشاريع دي اترست عليهم بالفعل وكده دخلت الجد بقى طبعا
ده كده مش مذكرات تفاهم. لا دي حاجه جت بعدها في شهر 8. نعم كنا نزلنا مشروع بالفعل منهم اللي هو مشروع ماكسيم. كانت تسمح لي ان لا اقول انت بتعمل مشروعات استثماريه. مشروع ماكسيم بويلاند، وده يعتبر اكبر مشروع في الساحل الشمالي حاليا على مساحه 1600 فدان. مشروع بتكلم في جامعه، بتكلم في فنادق، بتكلم في طبعا في استثمار سياحي وعقاري، لكن طفره نقله كبيره جدا. والاهم من ده ان هو مش على البحر، يعني احنا كل القرى اللي كانت بتطلع دايما كانت بتقول ياخد البحر ويقفل عليه وبحر بقى بتاعه. هذا القيد عموما بغض النظر عن موقع ماكسيم، يعني حتى المشروعات اللي وقعناها مؤخرا في قيد من الاستاذ رئيس الجمهوريه ان احنا البحر ده للجميع. البحر ده موضوع الكره بتاعتنا. يعني بتبنوا في ابلي؟ لا بيبني 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 بحري، ولكن بياخد حاره الفضول بتاعي بياخد حاره بحر 200 متر، ثم في مشايه، ثم في طريق رايح جاي، طريق حر. فاذا لازم يرجع ورا اكتر من 280 متر عشان نعمل ده. وده بقى قيد على كل القرى اللي طالعه حاليا. وبصراحه حتى المستثمرين وافقوا على هذا الكلام، ثلاث مستثمرات المشاريع اللي احنا وقعناها مؤخرا بقيمه استثماريه حوالي 2 مليار جنيه. دول وافقوا على القيد اللي احنا حطيناه وكتبناه في العقود كمان. فابتدينا ننفذ، فلما جينا لهم ما كانوش مصدقين بقى. من السعوديه او من كوريا او من الامارات او من امريكا عشان ديزني. احنا لما جينا نعمل المؤتمر الاقتصادي فكرنا ان احنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ان محافظه مطروح لابد ان تتغير من كافه الوجوه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المحافظه هي معروفه محافظه الصيف، هذا بتيجي الصيف على مطروح الشهرين ثلاثه بتوع الصيف وخلاص. طبعا موسم الصيف ده من اهم مصادر الرزق لابناء مطروح. ولكن دائما كان بيتاثر علشان مشكله الميه اللي احنا هنتكلم فيها، يعني اذا تتك حبيت تتكلم فيها. لما استاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي يعالج مشكله الميه دي المحافظه اختلفت تماما، وبقى اللي بيجي يقعد اسبوع بيقعد 10 ايام، واللي كان بيقعد 10 ايام بيقعد اسبوعين، لان ما بقاش فيه عليه لود موضوع ان كان بيشتري ميه عشان يشرب وياكل وهكذا. فاحنا طبعا في حصل طفره في موضوع الـ يعني تلبيه مطالب المستثمرين، التخفيف الاعباء عليهم، بقى في مصداقيه، فبقى في لود على المحافظه دلوقتي ان كل المستثمرين سواء مصريين او اجانب حاطين مطروح تارجت. لكن احنا دائما بنختار ما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي للدوله. نعم. مش باخدش اي مشروعات، انا يهمني ان انا اغير وجهه المحافظه تحقيقا لاوامر وتجسس الرئيس عبد الفتاح السيسي. فانا عايز مطروح تبقى مقصد طول العام. ازاي؟ سيادتك تقول ان انا هطلع مطروح اربع خميس وجمعه، الويك اند هطلع مطروح. زي انجلترا وزي دول اوروبا لو حضرتك بتسافر بره تلاقي اللي بيطلع ويك اند يطلع حته ثانيه، حته ثانيه دي يكون مقصد تروحه. الاقي مثلا ملاهي عالميه اروحها ادي يوم واثنين وثلاثه فيها ولسه ما خلصتهاش. هو ده اللي احنا بنعمله. ده مشروع ماكسيم اعتقد. على فكرة أحلى مصيف رحته هو مصيف النادي الأهلي في مطروح. تمام. فعلا حضرتك أكيد. بس لا بس في طبعا حاجات كتيرة يعني. لا بس إنك تجمع الأهلي مع المصيف حاجة جميلة جدا. قريت منشات في جريدة البيان الإماراتية، نزلت منشات بتقول إن مطروح المصرية تستلهم نموذج التنمية من مظبوط. دبي. مظبوط. إحساس حضرتك إيه بعد زيارتك إن ده يكون رؤية العرب أو رؤية الصحف العربية لزيارة حضرتك؟ أنا عايز أقول لك إن هما بصراحة يعني الشيخ حمدان بن راشد، أنا اتشرفت بمقابلته في أول زيارة تسويقية، وهو طبعًا عارف إن أنا وصلت هناك من السفارة، وأنا اتشرفت بمقابلة حضرته طبعًا، وهو وزير المالية ونائب حاكم دبي. وبصراحة بيتعاملوا معانا يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه رصيد عالي عندهم جدًا. فهم كانوا مهتمين جدًا بالزيارة ورحبوا بيا جدا، ويعني كانوا فاتحين الدولة على مصراعيها، شوف اللي انت عايزه احنا معاك، اللي انت عايز تعمله احنا هنساعدك فيه. وده بصراحة ابلغ دليل انتوا مش فيه دلوقتي، ان انا لما جيت عملت المؤتمر الاقتصادي كان في شهر اكتوبر 2015، وكان سعر الدولار في التوقيت ده 8.75. لما جينا وقعنا عقود الترسية وصل الدولار تقريبا 13 وحاجة تقريبا، ودلوقتي احنا بنوقع العقود والدولار تقريبا وصل 20 تقريبا يعني. فازاي المستثمر ثابت من ال 8.75 لغايه ال 20؟ مدرك قيمه الاستثمار بتاعه طبعا. صح. لا ده سؤال مهم جدا السؤال. صح. انا اللي طرحته معلش. طب قبل بس ما ناخد الاستثمار، احنا معانا من السعوديه المستثمر السعودي احد المستثمرين العرب اللي بيستثمروا في مرسى مطروح، المستثمر السعودي الاستاذ منصور العسيمين. مساء الفل.
اهلا وسهلا. سلام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. واحنا بيشرفنا سيد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، وعارف حضرتك من كبار المستثمرين في المشروعات بتاعه المحافظه. هو سؤالي، ايه اللي خلاك تختار مطروح وتروح تستثمر فيها؟ اول شيء احب اشكركم على السماح لي بالمداخله، واحب امسي على اللواء علاء الاخ والحبيب والصديق والسند لنا في مصر. اول شيء السؤال هذا، احنا ممكن نبحث عن، طبعا احنا كرجال اعمال نبحث عن فرص استثماريه في اي مكان يكون المردود فيه عالي، لكن بصراحه كانت مفاجاتنا سعيده انه للمره الاولى بيجينا احد الاخوان اللي هو اللواء علاء ابو زيد، بيجينا الى مصر، الى الامارات والى السعوديه، حتى انه هو يطلعنا على المشاريع المتاحه، وهي كانت اول مره نرى محافظ من محافظين مصر ياتي الى دول الخليج حتى انه هو يسال ويتباحث معنا كيف انه ممكن نتعاون حتى ناتي الى مصر ونستثمر، ويسهل لنا كل الاشياء التي كانت دائما وابدا تشغل اذهاننا كمستثمرين. وبصراحه انا حاقول كلام وليس تملقا، ولكن الله يشهد، الرجل هذا له اليد البيضاء انه هو اللي فتح ابواب مطروح لنا. يعني انا اعتبر مطروح جزء لا يتجزأ من مصر، ولكن هو فتح ابواب الاستثمار في مصر ككل لنا، واصبحنا نحن نداء له في كل المحافل الاستثماريه الخليجيه والعربيه والعالميه. استاذ منصور، يعني عايز استفسر من حضرتك، ايه المشروع اللي حضرتك يعني وثقت فينا وحبيت استثمر فيه في مطروح؟ طبيعته ايه؟ والله احنا كان لنا الشرف في الاستثمار في عده مشاريع. تمام. منها السمكيه والزراعيه، وكذلك مشروع هضبه عجيبه، وحصل لنا الشرف انه احنا اصبحنا جزء من مشروع المدينه الترفيهيه اللي سعاده المحافظ معالي اللواء علاء ابو زيد بصراحه عمل الشق الاكبر فيه الذي لا يمكن. وكان وانا قلت الكلام هذا للاعلام وقلت له واقول الان، لم يكن انجاز بل كان اعجاز في تاريخ التحالف الاستثماري في المنطقه. فنحن الان ان شاء الله على اعتاب مشاريع جباره اعلناها في العام الماضي في المؤتمر الاقتصادي بمطروح، وكذلك وقعنا اوراقها في الصيف الماضي، والان احنا بدينا في الخطوات الاولى في انشاء المشاريع وتثبيتها على الارض، وهذا كله بتوفيق من الله ثم بالدعم اللامحدود من، انا لا تسمحوا لي يعني، واحترام المناصب، هو لواء ووزيره على راسنا، لكن يعتبر اخ اكبر وسند وظهر لنا كمستثمرين. استاذ منصور، هل في عوائق قابلتك او مشكلات شفتها؟ والله اقول لك الحق، انا قبل ما اجي استنرت باراء كثير من الاخوان السعوديين والمستثمرين والخليجيين والعرب الذين سبقونا في الاستثمار في مصر، وكنت انا في احد المجالس الاستثماريه المناط بها الاستثمار في مصر، سمعنا كثير من العقبات الاستثماريه خاصه في 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 في, في, في الاجيال السابقه التي سبقونا في الاستثمار، ولكن والله الكلام هذا الله يشهد عليه، انا من وضعت يدي مع يد اللواء علاء ابو زيد لم يكن بالحق. انا اقول لك اول مره هو يسبقنا بمراحل، والحق يقال، ونعرف انه هذه المقابله مشاهده ومسجله وساسال فيها، الرجل هذا سبقنا في انجازاته، وصراحه يعني احنا الان ما احنا الان مطالب منه، انا ما ابغى يسالني هو شخصيا لانه احنا مقصرين وهو سابقنا. السيد منصور العصيمين المستثمر السعودي، انا بشكر حضرتك على مداخلتك القيمه. انت قول لي الاول، حجم الاستثمارات اللي جايبها لمصر ولمحافظتك كم مليار؟ تتجاوز 130 مليار. نتكلم في ارقام. حجم فرص العمل اللي هتوفرها للشباب؟ طبعا فرص عمل عملاقه، يعني احنا لغايه دلوقتي في الست مشروعات اللي احنا خلصناهم بنتكلم في 4000 فرصه عمل بس على ست مشروعات. فطبعا حجم مشروعات حجم فرص عمل كبيره. فطبعا بس انا عايز ارجع للسؤال بعد حضرتك اللي انا طرحته بعد حضرتك. ليه المستثمرين
طبعا مع كامل احترامي للشيخ منصور العثيمين ومن كبار رجال الاعمال السعوديين طبعا شركه بكه القبضه، ولكن برضه هو في الاخر هو رجل اعمال، يعني انا بزنس مان، مش يعني مش هرمي فلوسي كده استحاله، ما يعني استحاله انا اغامر يعني. اذا هو عامل دراسه جدوى كويس جدا، والاير دبل ار العائد الاقتصادي بتاعه كويس جدا، هو مدرك ده تماما، من كان من 8 وصل 20 هو برضه عارف ان الامور يعني ستيبل معاه. نعم، ده العامل الاول. العامل الثاني ان احنا احسننا اختيار المستثمرين. لما جينا في المؤتمر الاقتصادي الاول ورحنا وسوقنا ما خدناش اي حد، احنا سالنا وكان في دور لاجهزه الامن معانا، كل اجهزه الامن بصراحه طرحنا. لو انت كان عندك رفاهيه تختار تقول ده ايه؟ طبعا رحنا، كان هو احنا كنا لاقيين، كان في ناس كتير. طبعا انا رحت قعدت مع اكتر من 50 شركه بدول مجلس شركات مجلس التعاون الخليجي العربي وانا في الامارات، اكتر من 50 شركه قعدت معاهم وكله كان عاوز يشتغل. فاحنا انتقينا الشركات اللي سابقه اعمال، الشركات اللي ذات السمعه الطيبه، ونسقنا مع اجهزه الامن علشان نحسن الاختيار. فده بصراحه ده اللي محقق معانا دلوقتي، ان احنا احسننا اختيار الشركات. العامل الثالث، الناس دي واثقه كويس جدا، ومن خلال علاقتنا بيها بتقول كلام طيب جدا، ان احنا واثقين في ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعبر بمصر عبور مذهل، وان ما يتم حاليا من الفلكتويشن اللي حصل في الدولار والتغيرات وما تواجهه العمله المصريه، ده اجراءات كانت محتمه لاجراءات مواجهه الصح الاقتصادي اللي بيتم على الارض حاليا. لكن وزي ما احنا شايفين الدولار بيتراجع، مش بيتراجع بشكل عنيف، ولكن في تراجع، معنى كده ان احنا ماشيين في الاتجاه السليم ان شاء الله. انا عندي سؤالين يعني هما بيكملوا بعض. ده سؤال في سؤال. ايه اللي بيخلي بالظبط ايه اللي بيخلي مطروح جاذبه للاستثمار؟ في نفس الوقت ازاي قدرت تتغلب على المشاكل؟ او احنا مطروح عارفين ان عندنا، بما انها مدينه حدوديه، عارفين انها في مشاكل كتير لانها مدينه حدوديه، عندنا مشاكل كتير في ليبيا، عندنا طبيعه خاصه لسكان مطروح. ازاي دي مع دي؟ ازاي المشاكل الكتير اللي حضرتك اكيد بتحاول تحاربها كل يوم، الشباب الموجودين ازاي بتقدر تستقطبهم في الحاجات المفيده؟ هي 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 والمستثمر حاسس ازاي بانجذاب ان هو يحط استثماراته في المكان ده؟ طبعا إيه فيما يتعلق بالمستثمر، احنا احسننا تسويق محافظه مطروح. تمام، ده يعني الحمد لله احنا اتحركنا باليه وبمنهج، بس مش هنعرف ننكر ان في مشاكل على وجه الارض اكيد بتقلقهم. اكيد لا، ما فيش عندي مشاكل في مطروح، يعني اتحركنا بمنهج علمي بتسويق المحافظه بشكل طيب جدا، طرحنا فرص الاستثمار بشكل كويس، كانت ردود الافعال كويسه، واحنا كنا عند حسن ظن المستثمرين، اللي قلناه احنا عملناه، فبالتالي ده عمل اريحيه وفي راحه عند المستثمرين. محدش كان عنده تخوف طبعا من اي اوضاع امنيه، انا حاجه اقضي معاك مذكره تفاهم، دي لا هتلزمني ولا هتلزمه، وقدرت تخلص وتجيبني امضي معاك خلاص. فاحنا عملنا ده، هو كانش مصدق، عشان كده تسمعي الساوند ده منهم. حتى لو كلمتي اي حد تاني كوريين او الامارات هيبقى نفس الرد، لان هم كده يعني، هم احنا عملنا، هو ما لقاش صعوبه، هو جه اتفق على حاجه ولقاها حصلت. انا اخترت عملت سيلكت للفرصه دي وانت خلصتها، دي تعالى امضي. فده اجراءات ما شفهاش قبل كده. تمام، فعشان كده ده فيما يتعلق بالاستثمار. لكن ابناء مطروح بقى، ابناء مطروح متعطشين لده. ابناء مطروح متعطشين يشوفوا فرص عمل. من انهي اعمار كل ابناء عمد ومشايخ؟ لا، عمد ومشايخ طبعا، يعني احنا في علاقه بتربطنا انا بشكل شخصي بيهم، هم بيعتبروا علاء ابن القبائل، يعني لو سالت اي حد هيبقى ده رده. ولكن هم كان نفسهم في السابق يشوفوا ده، يشوفوا مطروح بتتغير كده، يشوفوا مطروح على الخريطه. احنا لما عملنا مؤتمر اقتصادي بس وشافوا الناس دي جت، قال لك احنا يكفينا ان ابننا حطينا على الـ على الـ على الناس شافتنا كده، يكفينا ان علاء خلى الناس تشوفنا. صح، يعني قالوا بيكفي ان هو عمل كده، كل حاجه تعملها لهم حلوه يقول لك كفايه كده، يعني بيكفينا ده، يعني خلاص كده حققت لي حاجه انا ما كنتش احلم بيها. ده بيقول لك احنا كنا نسمع مطروح في نشره الجويه بس في السابق، دلوقتي اه يا فندم هو بيقول كده فعلا. صح ده حقيقة. فاحنا دلوقتي لا، مطروح بقت حدث، مطروح كل يوم فيها جديد كمحافظه وكاداء. طب الجيل بقى الشباب يعني ايه اللي كلهم احنا برضو عايز اقول لك ان احنا المحافظه الوحيده، يعني طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قدوتنا كلنا، مهتم بالشباب ومركز مع الشباب جدا، لكن مطروح بصراحه ليها السبق في حاجات كتير قوي. يعني مطروح من زمان عامله حاجتين، عامله حاجه اسمها مجلس عمد ومشايخ مطروح عشان نحافظ على قيمه ونحافظ على الكبير دايما، وبنعلي القيمه دي احنا في مطروح وبنحافظ عليها، كل اجهزه الامن يعني مركزه في ده. ثم عاملين رابطه اسمها رابطه شباب مطروح، الرابطه دي فيها كل شباب مطروح من الحمام لغايه السلوم حتى سيوه جنوبا، في رابطه
كلهم بيجتمعوا مع بعض، عندهم افكار، عندهم حاجه يقولوها، في حدث هم اللي بيدوروه، في افكار عايزين يقولوها، يجتمعوا مع المحافظ. ده اللي احنا عاملينه في مطروح. فالشباب ليهم دور فعال. هل حضرتك ممكن يجي شاب يقول لك انا عندي مشروع وشايف ان هو الفيزيبيليتي بتاعته ايه موجوده؟ ده بيحصل كل يوم، وعلى ممكن؟ وعلى الواتساب وعلى 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 التليفون. يعني محافظه مطروح لا يتعدى تعدادها حوالي نص مليون. احنا عام الشباب خلص بس يعني يعني تقريبا انا بتكلم معاهم كلهم تقريبا. يعني احنا في تواصل، وده بصراحه قد يكون لود او حد فكر ان ده لود على اي حد انه يستقبل مكالمات ورسائل وخلافه. الا ان ده محقق لي انا نجاح على الارض يا استاذه رانيا. ازاي بقى؟ ان انا لو في اي مشكله في اي مكان في المحافظه، في اي مركز، سواء بقى في طرق، في اسفلت، في تموين، في صرف، في كهرباء، اي مشكله تلاقي المواطن بيتصل بالمحافظ، يا فندم انا في عندي مشكله 1 2 3 4. طب وده صح ان انا كمواطن لما يبقى عندي مشكله اروح للمحافظ مباشره؟ هقول لك. مش المفروض عندك بقى طبعا رئيس مركز في ما هو بقى بيبقى راح واستهلك كل الاجراءات دي وملاش حد بيحلله، فبيجيب من الاخر بقى ويكلم يعني بيكلم المحافظ عشان ينتج. طب ما ده عبء كبير عليك. عبء، ما انا بقول لك هيبقى بس ميزه. ميزه في ايه؟ انك لامم كل مشاكل المحافظه. وده طبعا انا استحملته حوالي شهر 2، وبقيت يعني اعنف بقى المديرين واعنف رؤساء مجالس المدن ان كل واحد لازم يبقوا بدوره وبيعرفوا ان المحافظ بيعرف. بقى اي حد بيشتكي بيبتدي ايه يتحرك على المشكله اللي قدامه. بص سياده المحافظ، يعني اسمح لي في الجمله، انا دلعتك كتير في الثلث ساعه اللي فاتت. تعالى ندخل بقى في الغميق شويه. قول لي، وانت رايح تستثمر وتجيب المستثمرين، علاقتك بالوزراء واعضاء الحكومه ايه؟ هل فعلا ساعدوك بجد وانت على الهوا وفي ضميرك؟ ولا وانا عارف النفسانه بين المسؤولين في مصر زي ما بينه وبين رانيا على الهوا وكلها، احنا بشر. فخلينا نتكلم، يعني هل انت لاقي يد المساعده بالشكل اللي تتمناه ولا برضو في مشاكل؟ والله عايز اقول لك ان احنا مش عايز اقول في مشاكل وفي نفسانه، يعني ما حدش بياخد رزق حد يعني. نعم. لازم نفكر فيها كويس. وانا علاء يعني بقول لك وعلى الهوا وهو بيتكلم بتقول لي انا لم اسعى ان اكون محافظا. نعم. يعني ركز في دي كويس قوي. ومش متمسك على فكره. عايز اقول لك ما بقتش ميزه. لا انا هكمل بس. لا لا بس عشان بقى كلام يعني مش متمسك ومش طمعان في بكره كمان. يعني عشان بس مرتاح معايا. انا لا سعيت ان اكون محافظ ولا متمسك بيها، يعني مش يعني لا خالص. ولا طمعان بكره اروح فين اطلاقا. احنا ده تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا لازم باذن الله ان شاء الله انجح المهمه. ازاي بقى؟ ده يعني ربنا يقدرني. لكن اعمل ايه او هروح فين ده يعني مش عندي. اما نرجع لسؤالك الطيب، في طبعا في بيروقراطيه، طبعا في بيروقراطيه. ما ده قصدي. طبعا في بيروقراطيه، وبيروقراطيه يعني بصراحه يعني الله يعيننا يعني. الله يعيننا فعلا. لكن في حد وقف لك يعني؟ لا مفيش. انا بصراحه بحيي الدكتور احمد زكي بدر، يعني بصراحه ومن قبل الوزير عادل لبيب بصراحه، يعني الوزير عادل لبيب سواء الوزير الحالي او السابق، يعني ما فيش حاجه انا بطلبها منهم الا لو بيساعدوني فيها بصراحه بشكل جدي يعني. وبيجري معايا، واي مطالب انا بطلبها بلاقي مساعده. الرئيس يعني بيتصل بيك بيقول لك الاستثمارات يعني ايه وعامله ايه؟ يعني انا عايز اقول لستك حاجه بدون قطعك. الوزير عادل لبيب سافر معايا كوريا. يعني انا حتى لما سته سافر معايا انا كنت مشفق عليه، لان طبعا سته كان سنه كبير، وانا كنت يعني كل شويه يا فندم حضرتك يعني ببقى فيه نوع من القلق يعني. وبصراحه انا اول ما توليت كنت طبعا انا كنت لسه مش انت بالك قد ايه؟ سنه ونص؟ سنتين كده. سنتين. يعني انا لما توليت المحافظه ما كنتش بتاع محليات طبعا. لكن طبعا اخدت قانون محليات، قعدت اذاكره اول ما توليت المحافظه، وربنا بس كنت كل شويه بتصل بيه، فندم الموضوع الفلاني اعمل فيه ايه؟ اعمل كذا. موضوع كده شويه لغايه ما انا ابتديت امشي. وده طبعا يعني انا بحييهم عليه يعني، لكن ما فيش حد واقف او حد يعني بيعيقك. لكن طبعا رساله مجلس الوزراء اخذ وقت كويس علشان يتاكد ان الاستثمارات دي صحيحه وانها مجديه وحقق فيها كل المعايير. نعم. اللي تامن مصر حتى من اي يعني تحكيم او خلاف في المستقبل يعني. قبائل ونوعيه خاصه في التعامل، ازاي حضرتك اقنعتهم بحاجتين؟ اولا مشروع الضبع النووية انه حاجة قومية ومحتاجينها، ده مشروع كلنا محتاجينه، ولكن طبعا صعب، ما فيش حاجة بتمشي في مطروح من غير موافقة القبائل على قد. ازاي اقنعتهم انهم يسلموا سلاح؟ انا سمعت الموضوع ده خد
ويسيبوا الارض ازاي حضرتك قدرت تتعامل مع المواقف دي؟ طيب هو طبعا الحاجات دي كلها بيعود الفضل فيها للقوات المسلحه لان انا كنت احد ابنائها في ذلك التوقيت، فمش الفضل اللي علاء بشكل شخصي يعني، يعني انا كنت بنفذ توجيهات. ده برضه يتطلب ثقه من القبائل يعني في الشخص اللي جاي يتفاوض معاهم. طبعا ولكن يعني الفضل يعود للقياده العامه للقوات المسلحه في ذلك التوقيت، كان بقياده السيد المشير عبد الفتاح السيسي وقائد عام، وطبعا السيد فريق محمود حجازي كان هو مدير مخابرات في ذلك التوقيت، وطبعا كان السيد فريق اول صديق الصبحي كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه في ذلك التوقيت. فطبعا ده كان يعني توجيه من القياده العامه للقوات المسلحه في ذلك التوقيت ان احنا نحقق ده. لكن هنا بقى الرصيد يطلع ابناء مطروح ومدى الوطنيه اللي عندهم استاذ محمد ومدى حبهم للقوات المسلحه. طبعا محافظه مطروح محافظه حدوديه مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالقوات المسلحه بالرغم من كل التضحيات برضو يعني طبعاً. يعني المحافظه ضحت تالي فتره كبيره ولكن هم مرتبطين بالقوات المسلحه ويعتبر القوات المسلحه هي القبيله السبعه. هم ست قبائل في مطروح من سواء ابناء اولاد علي او علي ابيض، ولكن هم بيعتبروا القوات المسلحه القبيله السبعه ليهم. فالعلاقه دي احنا يعني استثمرناها في تحقيق الاستقرار داخل محافظه مطروح. هو قبل كل ده مطروح في عز توقيتات الانفلات المحافظه الاولى والوحيده اللي في مصر عملت مصالحه وطنيه مجتمعيه ارست بها قواعد الاستقرار. مفيش حد في مصر عمل كده عشان حضرتك عارفه خالص. المحافظه الوحيده اللي في مصر عملت ده. كل طوائف المجتمع داخل مطروح دعوه سلفيه كل الطوائف الموجوده قالت احنا على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحه مع بلدنا. فبالتالي مطروح نائب بنفسها عما يدار في الاتجاه التجهيز الشمال الغربي في ليبيا ونامل يا رب ليبيا تعود الافضل مما كانت عليه ان شاء الله. ولكن مطروح نائب بنفسها عندها ونائب بنفسها عما يدار في مصر برضو في ذلك التوقيت. فارصد قواعد الاستقرار داخل المحافظه تبعها بقى تلبيه مدرسه المشير عبد الفتاح السيسي في جمع الساحه الغير مرخصه. فكانت مطروح الاولى والاكثر عددا. جمعت 5500 قطعه. هل ده لان كانوا كتير قوي ولا؟ لا دي حقيقه يعني هي اول محافظه لبت واكثر تلاحا طبعا كانت الحدود ليبيا مفتوحه. خليني بس اتوقف. معايا اتصال تليفوني المستثمر الاماراتي الاستاذ علي بن حيدر. السلام عليكم استاذ علي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واحنا بشرفنا النهارده اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح. كنت عايز اعرف طبيعه نشاطك الاستثماري في المحافظه، القيمه الاجماليه لاستثماراتك قد ايه؟ اول حاجه بس شكرا على اتاحه الفرصه اني يعني اشارك معاكم في المنبر الكريم هذا، وشكر خاص للاخ علاء ابو زيد على كل اللي بيقدمه لينا وللمستثمرين بشكل عام. يعني بالنسبه للسؤال، احنا اتخذنا استثمار جزيرة رومل، تطوير جزيرة رومل. الحجم الاستثمارات قد ايه؟ القيمة المادية تقريبا 950 مليون جنيه. مليار جنيه مصري. 950 مليون جنيه مصري. كلمني، هل قابلتك مشكلات او عوائق ولا لقيت الامور ميسرة؟ والله نحن في الامارات اللي هو علاء ابو زيد من قول وفعل، يعني الراجل وعد وصدق. وعدنا بالعكس، اللي وعدنا فيه عمل اكثر منه يعني. هل اقنعت يعني مثلا في مصر نحن موضوع الشباك الواحد في مصر هذا طبعا ريحنا من كثير يعني من المراجعات والامور هذه. جزاه الله خير الراجل يعني قام بالنيابه عنا بتسجيل الصعوبات كلها يعني. هل كان في استثمارات اخرى؟ هو على ابو زيد. هل كان في استثمارات اخرى استاذ علي؟ يعني صناعيه والله انا هقول لك بس قصه بسيطه. انا كان عندي مشروع استثماري في مصر بقاله 10 سنوات متعطل يعني. ولله الحمد فضل رب العالمين ثم فخامه الرئيس السيسي والاخ العزيز على ابو زيد خلال شهرين يعني اجتمعنا معاه وفعلا خلال شهرين انهى المواضيع كلها. وان شاء الله خلال شهر راح نحط حجر الاساس ان شاء الله في مشروع يعني استثماري كبير في مصر ان شاء الله. كامل المشاريع اللي واقفه بقالها 10 سنوات تقريبا. بشكرك استاذ علي بن حيدر المستثمر الاماراتي. ده كان عنده مشكله في محافظه ايه بقى تاني؟ هو كان عنده مشكله عندي برضه في مطروح. بس مرفوع من قبل يعني. ما انا عارف هو جاي لي. ده بيقول لك بالعشر سنين. مظبوط هو جاي لي علشان يعني ده الراجل الكعبل في المحافظه بالعشر سنين مظبوط وعنده مشكله. ده يعني اللي بيقولوا عليه ده كلام مظبوط.
وشكوته دي مظبوطه. وهو لما جالي مش كان شجاع عشان يستثمر، هو جالي علشان يحل مشكلته الاولانيه. تقول له مشكلته الاولانيه حلها لك. ممكن انحاز للطب شويه. السياحه العلاجيه، سمعت ان حضرتك في مشاريع او مشروع للسياحه العلاجيه في مطروح. ما ده مع الجانب الكوري. ايه الاخبار يعني؟ عايز اقول لك رانيا بتفكر تعمل مشروع عندكم. رانيا دكتوره. انتوا جايبيني عشان كده بقى. نسا وتوليد. انا يعني هنستفيد. هنعمل عشان كده واستفيد بيها يعني. هنستفيد بمطروح من كل الجناب، من كل الجوانب. اهلا وسهلا. فعايز اعرف يعني حضرتك شايف ان ده هيحط فعلا مطروح تكون عاصمه للسياحه العلاجيه في مصر؟ ممكن. طبعا. انا عايز اقول لك ان احنا لما سافرنا كوريا مع سياده الوزير عادل لبيب، انا كنت رايح عشان استخدم الخبره الكوريه في محطات معالجه الصرف الصحي. الكوريين اكفأ ناس في العالم بيعملوا الموضوع ده. الكوريين بيعملوا معالجه الصرف الصحي لامريكا اصلا. لامريكا. احسن ناس في العالم. والتقنيات اللي بيستخدموها مش موجوده عندنا في مصر اصلا. فبصراحه معالي ريفاكس الوزير الاسبق يعني كان صدق لي بالسفر لكوريا، ومعايا شرفت ان انا اسافر مع سياده الوزير عادل لبيب واحد خبراء الصرف في من وزاره الاسكان. ورحنا سافرنا وشفنا الناس دي بتعمل ايه. حاجات بصراحه يعني محترمه جدا، امكانيات عاليه جدا، تقنيات مش موجوده في مصر. رجعنا والخبير بتاع وزاره الاسكان ده عرض على مجلس الوزراء وقال ان احنا رحنا شفنا العلم ده، احنا عارفينه وبنشوفه على النت، لكن يعني ما عندناش التقنيات دي. نعم. واوصى ان احنا نتعامل مع هذا الملف. بالفعل وقعنا معهم على مذكرات تفاهم بثلاث مشروعات معالجه الصرف الصحي. وهم بيعملوا بقى على المشروع الصرف الصحي دي اللي هو الاسبا اللي هو المنتجعات الطبيه الصحيه العالميه. وعايز اقول لك ان هم لما جم يشتغلوا على سيوه مثلا اللي احنا فيها وحده معالجه وعليها منتجع طب صحي عالمي، قالوا ان احنا بيجي لنا في سيوه 10,000 سائح اجنبي في السيزون. فقالوا احنا لما هنعمل المحطه دي هنجيب لك 50,000 واحنا اللي هنجيبهم، مالكش دعوه انت. يعني شوف الناس دي بتعمل ماركتنج. هتجيب لنا هو اللي هيجيب المشروع اللي هي هتعمله. يعني هو هيجيب لمشروعه ده، جايبين رانيا 50,000 سايح كوري. يعني هو شرق اسيا هيجيب، انت مالكش دعوه بالموضوع ده، احنا اللي هنجيبهم. يعني هو بيعمل ماركتنج لنفسه اصلا. هم شاطرين جدا في التسويق ده وهيعرفوا يعملوه. احنا حاليا انهينا كل التنسيقات وكل الموافقات، واقفين على حته بس اللي هو الفلكتويشن اللي حصل في الدولار. كنا عاملين سعر الميه اللي هتتباع من وحدات المعالجه دي ب 4.5 جنيه. ده فرق مع حضرتك في كل المشاريع ولا في المشروع ده بس؟ احنا دخلهم في الحته دي بس. هل معالج الصرف الصحي مع الاسبار قصدي يعني واحده في العالمين، في اتفاقات اكيد حضرتك مضيتها قبل ما يحصل تعويم الجنيه. مذكرات تفاهم عملنا مذكرات تفاهم الاول ثم رسينا العقود. تمام. رد فعل بقى المستثمرين اللي مضوا بالاسعار القديمه اخبارهم. ايوه. فاحنا واقفين دلوقتي في حته التعديل ده. كنا متفقين انك هتبيع الميه لتر الميه المتر ب 4 تقريبا 4.5. تمام. دلوقتي بعد ما وصل الدولار 20 هيبقى هبيع ازاي؟ وبعدين انا عامل المحطات دي يا فندم حق انتفاع. يعني انا عايزها. هم كده يخسروا. يعني انا عايز المحطات دي حق انتفاع لمصر. يعني بعد ما يعني تخلص تعمل مشروعك انا هاخدها ليا. فهي دي اللي انا بظبطها معاهم دلوقتي. هم جايين المفروض خلال اسبوع او 10 ايام. بنظبط ده مع مال وزير الماليه ووزاره الماليه مع المستثمرين بحيث ان احنا نوصل لرقم تفاهمي نقدر نحقق بيه هذه المشروعات. تمام. احنا عندنا عدد من الاتصالات التليفونيه من محافظه مطروح، اهالينا وحبايبنا. اول اتصال تليفوني حسين من مطروح، اتفضل يا استاذ حسين. يا حسين. على ما توصل مطروح وترجع. احنا سامعينه بس. خمس ساعات. طب احنا معانا صلاح من مطروح. صلاح. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيكم يا جماعة؟ اخبارك يا باشمهندس المحافظ؟ اتفضل وقول مداخلتك او سؤالك لسيادة المحافظ النهاردة اللي منورنا. انا صلاح عبد الهادي من قبائل السنجر، نشكر سيادة المحافظ على الجهود اللي عامله. عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ كل الجهد صراحة سواء في الكهرباء، سواء في الشوارع، سواء في الطرق، سواء في الصرف. نشكر سيادة المحافظ وصراحة نعز سيادة المحافظ على راسنا من فوق. تحية من مواطن على الهواء. كتر خيرك، ألف شكر، متشكر جدا. شكرا صلاح. بس أنا عايز أقول لك كان في مشكلة وأعتقد لا تزال في مطروح اسمها المية. لا انا يعني لسه بقى اتكلم في الموضوع ده شويه. بعد اذنك يعني اتفضل. احنا استلمنا المحافظه يا فندم بيجي 35,000 متر مكعب يوم ميه.
ودي كان بكاد بالكاف في محافظة مطروح خلال موسم الشتاء. الصيف طبعا خلاص يعني محافظة في مشكلة في المية، وقطنا المسلحة الباسلة كانت بتنقل قطارات مية لمطروح عشان تقنز الأهالي. دي مطروح طول عمرها. وما اعرفش انا جايب حاجات لو الشباب الزملاء في الاعداد يعرضوها. مطروح ما قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم اعرضوا الصور دي يا شباب. يعني انا تشوفوا مطروح كانت عامله ازاي، حجم الناس واقفه ازاي على الميه، مشاكل مافيا ميه، مشكله كبيره جدا كانت بتعاني منها مطروح. نجحنا الحمد لله خلال موسمين صيف نعدي صيف عالي جدا. الصيف اللي فات دخل مطروح 6.5 مليون مصطفى، وده ما حصلش قبل كده. وده بصراحه على ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ عملت كده ازاي؟ هي الميه. طب مش هكلم على تطوير المدينه والميادين الجماليه اللي حطناها واللمسات السحريه اللي اضفناها على المدينه. لا انا قصدي ايه اللي اتغير في البنيه التحتيه وصلتنا؟ لا انا هقول لك على البنيه التحتيه، لكن انا هي كانت المين فاكتور او العامل الرئيسي ل يعني التاثير على موسم الصيف هو الميه. كان الموسم كان بيتاثر فعلا. لما حلينا مشكله الميه وابتدت يسمع لا مفيش ميه، مفيش مشكله ميه، ابتدت الناس دي مشاكل الميه في يعني قبل ما يتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقريه الامور في مصر. دي طوابير للناس. الصوره هات الصوره على الشاشه. وده طبعا الغاز. كل مشاكل الخدميه في مطروح كان فيها مشكله، والنقل الجماعي برضو شرحه، والميه والبوتاجاز حضرتك شايف. فطبعا احنا شلنا اكتر من 600 تعدي على الخط الناقل من محطه جنوب العلمين. 600 تعدي اكتر 2 بوصه و4 بوصه. وكل يوم لما كنا بنطلع حملات على الخط كنت اطلع بنفسي انا بقى يعني، وبحجم يعني خبرتي السابقه عارف التعديات فين ومين اللي عاملها وفي انهي مناطق. فكنا بنطلع بحملات كبيره جدا مع طبعا باشراك القوات المسلحه قوات المنطقه الغربيه مع مديريه امن مطروح، وبنطلع نشيل هذه التعديات الى ان بقينا كل يوم ما بنشيل تعديات يحصل انكريزنج في حجم الميه اللي بتوصل لمحافظه مطروح. الميه بتزيد كل يوم من 35 40 50 60 70 لغايه ما وصلنا 90,000 متر مكعب يوم ميه، ودي كانت سابقه ما حصلتش في مطروح قبل كده. والاهالي طبعا حسوا، فقال لك ابننا حل لنا مشكله الميه وده بيكفينا بصراحه. وده انا كنت قلقان ان ده متوقف على حجم سيطرتك على التعديات. هل بقى الاهالي نفسهم يمنعوا بعض انهم يعني ده يتعدوا متوقف على دورك صح. دورنا احنا في ضبط الايقاع. وهنا برضو بحيي النيابه العامه بصراحه، لان لولا النيابه العامه وفعاله القانون ان انا كنت بقدم كل من يعتدي على الخط الى النيابه العامه. النيابه العامه كانت بتاخد اجراءاتها. بحيي سياده المستشار سيد عبد المحسن المحامي العام الاول لنيابات الاسكندريه انه فعل القانون بصراحه عمل ردع في في نعم. في على هذا الموضوع. ثم جاء بقى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه، ودخل لنا محطتين رميله واحد ورميله اثنين اللي هم افتتحوا في المشروعات القوميه مؤخرا. نعم. دول وصلوا المياه في مطروح الى اكثر من 150,000 متر مكعب يوم ميه. طب المخطط الاستراتيجي لوزاره الاسكان مخرج محافظه مطروح مياه لعام 2016 2017 110,000 متر مكعب يوم ميه. 110,000 متر يعني 2016 2017. سياده الرئيس بيوصل النهارده اكثر من 150,000 متر مكعب يوم ميه. ده انجاز. انجاز وانجاز عالي. محطه اهي موجوده. دي محطه الرميله 2. وفي طبعا قبلها رميله 1 نفس الشكل، واحده فيهم بتكلفه 200 مليون جنيه، واحده بتكلفه 250 مليون. من ميزانيه مين يا فندم؟ من ميزانيه في واحده من ميزانيه المحافظه كامله، واحده يعني فيها ميزانيه المحافظه مع وزاره الاسكان. بس ميزانيه المحافظه كام؟ انت يمكن ما تاخدش 70 مليون في السنه. ما عنده بقى الراجل مستثمرين جامدين. 90 انت بتعمل بيهم ايه؟ 90 دول ما يكفوش النظافه. ما يكفوش مظبوط. احنا بقى ما ده اللي بنقوله. ودي فوائد الاستثمار. صح. ان انا لما بعمل استثمارات في عائد بيخش المحافظه. نعم. فانا مثلا يعني مش كله رايح. لا في طبعا لا حق الارض داخل الدوله طبعا. استاذنكم ناخد وزير الماليه بياخدوا على طول بدون معانا. استاذنكم ناخد مداخله بس مع استاذ عبد الوهاب زايد مستثمر من مطروح صح يا فندم؟ لا ده من دوله الامارات. دوله الامارات ده مصنع التمور. مستثمر في مطروح نفسها. لا مش مستثمر، دول بتوع جائزه الخليفه دوله الامارات. اللي مشكورين اعادوا تاهيل مصنع التمور في سيوه. نتكلم معاه. اهلا استاذ عبد الوهاب. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا سيدتي، تفضل. انت حضرتك بتستثمر في الامارات، في مرسى مطروح، نوع الاستثمار وحجمه قد ايه؟ عملية تأهيل وتشغيل المصنع الحكومي للتمور بسيوة محافظة مطروح، وباكورة التعاون الفني بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في المجال الزراعي. لو سمحتوا لي الإشارة واجبة بأن هذا التعاون أصبح ممكنا بمكرمة من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث أمر حفظه الله أن توضع تجربة وتقدم قطاع زراعة وإنتاج النخيل بالإمارات برهن إشارة جمهورية مصر العربية. وطبعا في البداية تم التركيز كمرحلة أولى على واحد سيوة بمحافظة مطروح. إنجازات هذا التعاون، طبعا تم تنظيم مهرجان سنوي للثمور المصرية، وإحنا إن شاء الله في 2017 حتكون السنة الثالثة. الدورة الأولى والثانية 2015-2016 عرف نجاح باهر، وطبعا أصبحت الآن سيوة معروفة على الخريطة الدولية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. صحيح. تم طبعا كإنجاز مهم في نطاق هذا التعاون تأهيل تشغيل مصنع التمور الحكومي بسيوة، وفي نفس الوقت حصلنا لواحد سيوة على شهادة دولية من الأمم المتحدة. تم الاعتراف بسيوة كإرث زراعي عالمي. طبعا احنا الآن بالتعاون مع محافظة مطروح نشتغل مع خبراء لإعلان الواحة، واحد سيوة واحة عضوية. نعم مظبوط. وطبعا بالتعاون مع مؤسسات أخرى كوزارة الصناعة والتجارة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة البيئة، مؤسسات منظمات دولية كالفاو واليونيد والإيفاد، وضعنا خطة استراتيجية قومية لزراعة النخيل، وطبعا خطة علمية للقضاء على سوسة النخيل. دكتور عبد الوهاب زايد، أنا بشكر حضرتك، وده أحد كبار المستثمرين. قبل ما أختم وسؤالي الأخير، إيه هي مواصفات المحافظ الناجح من وجهة نظرك؟ يمكن ابقى محافظ حد عارف ان شاء الله. والله يا جيت المحافظ ممكن تقعد معايا شويه. يعني لا، يعني ايه اللي المفروض يتوفر في المحافظ؟ وانت خدت التجربه دي بعد ده. سنتين، يعني شايف ايه الصح؟ انا كمحافظ الصح جديد، ان انت تكون موجود في الشارع بصفه مستمره. نعم. بتسمع الناس كويس جدا. طبعا مش كل اللي الناس بتقوله صح. مش كل الناس بتقوله يعني مش كل شكوى المواطن سليم. لا، مش كل شكوى المواطن صحيح طبعا. ومش كل برضو اللي بيقوله المواطن في اعمال النقد صح برضو. بمعنى ايه؟ مثلا جيت اشجر مدخل مطروح مثلا 40 كيلو، فعملت حطيت شكر فيكاس، فطلعوا لي اباء مطروح احنا ليه نشرب لما تروي تجيب لنا زرع عشان تحط له ميه؟ ده كلام يعني مش هشرب من الاول بعدين تحط زرع، حط شجر زيتون وبالاخر هلاقي ثمره ناكلها. صح طبعا، كلام ما هو صح يبقى غلط. بس كلام منطقي ليه؟ غلط. ما انا هقولها سهله. مش بيروي الميه غلط. لان انا قبل ما اعمل ده سالت معالي وزير البيئه دكتور خالد، دكتور خالد انا عايز احط شجر زيتون. انا كنت افكر كده. قال لي لا طبعا ما تحطش الشجر ده على الطرق السريعه رايح جاي، بيترسب على الشجر المثمر ده ثاني اكسيد الكربون، اضحت الثمره غير صحيه، فما ينفعش البني ادم ياخدها اصلا، احنا كده بنضره. فاذا مش كل ما يقال هو صحيح. نعم. فلكن احنا نسمع النقد طبعا، فاهم حاجه ان احنا نتواصل مع الناس كده جدا ونستمع اليهم ونستمع ونتواجد في الشارع ونتواجد ونحل بقى. نعم. فرصه سياده المحافظ موجود، هل في كوادر حضرتك بتحاول تعدها لإدارة المحافظة؟ والله يا ريت. أنا طالبت هذا في قانون تعديل قانون الإدارة المحلية. تمام. وبحيي الدكتور السجيني بصراحة، يعني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب، لأن بعد ما الحكومة ودت القانون هو سألهم قال لهم أنتوا جبتوا عرضتوا القانون ده على المحافظين؟ فقالوا لا. قال لهم لا، المحافظين يجوا يتكلموا معايا فيه.
فروحنا بصراحه مجلس الشعب وكلمنا معاه بصراحه كل واحد فينا قال اللي هو نفسه فيه. تمام. حوالي 10 15 ساده محافظين زملاء كل واحد قال رؤيته، كلنا كنا بنتكلم في الخروج من المركزيه الى اللامركزيه علشان وكده بقى مواد 70 71 مقرر و28 و8 و30 و38 ومن 75 ل 95 كلها بتتعلق بالخروج من المركزيه الى اللامركزيه واطلاق يد المحافظ في التعامل على الاراضي وعلى مصادر الدخل اللي هي الـ الـ الاوعيه اللي ممكن انا اشتغل بيها وادي بيها موارد دخل المحافظه. علشان كده حته الاستثمار بقول لك عليها، لما انا يعني انا مثلا خدت من الدوله مثلا 90 مليون جنيه خطه الاستثماريه، لكن خطه الاستثماريه الفعليه للمحافظه كانت كام؟ 545 السنه دي. جاء منين الفرق ده بقى؟ من الموارد اللي انت من الموارد اللي احنا بنتكلم عليها. خليني في نهايه فقرتي انا بشكر ضيفي الكريم اللي شرفني النهارده وهو يستحق كل تحيه، اتمنى ان يتواجد مثله كثيرين في اعلى كراسي المسؤوليه في مصر، ضيفي الكريم سياده اللواء علاء ابو زيد محافظ بتروح. شكرا لك. كتر خيرك، متشكر جدا. بعد الفاصل انا ورانيا علواني وفقره الاخبار. الدولار طلع من 8 جنيه 88 قرش لحد 18 و19 جنيه. عندنا جامعة أمريكية على أرض مصرية، جامعة بتحصل مصروفاتها وبتقومها بالدولار، فقررت إنها تضاعف أسعار المصروفات الدراسية على كل طلبة الجامعة الأمريكية. أهالي الطلبة قال لك هنجيب منين؟ مش معنى ان انا عامل جمعية ولا شغال دكتور زي رانيا ولا اعلامي زي خير ان احنا يعني عمالين نستفهم، مع الدنيا برضو محدودة. فقرر اولياء امور طلاب الجامعة الامريكية يروحوا للقضاء علشان يحكم. النهاردة كان في جلسة في مجلس الدولة، تعالوا نشوفها. ابني ينهار أمام الدولار، هكذا أنهى المستشار وائل بهجت مرافعته اليوم أمام قضاة مجلس الدولة في القضية التي تقدم بها أولياء أمور طلبة الجامعة الأمريكية في القاهرة للطعن على القرارات الخاصة بتحويل جزءاً من المصروفات إلى الدولار الأمريكي بدلاً من الجنيه المصري. الجامعة الأمريكية فاجأت الطلبة وأولياء الأمور بأنها بتطالب بنصف المصروفات بالدولار الأمريكي، على الرغم أنها مرتبطة مع مصر باتفاقية، هذه الاتفاقية بتلزمها بأنها تلتزم بأحكام القوانين المصرية والقرارات اللي بتصدر فيها، والقوانين المصرية ما قالتش في الاتفاقية أنها تاخد أي جزء من المصروفات الجامعية بالعملة الأجنبية. البروتوكول بين الحكومة المصرية والجامعة الأمريكية بينص على أن الجامعة الأمريكية هيئة تعليمية لا تهدف إلى الكسب. القرار بتاع الوزير نفسه هو بالعكس، هو إدى للجامعة كمان سلطة إنه خلاص يا جماعة أدي وزارة التعليم العالي أهي نطقت وقالت كذا، فيا طلبة ما تفتحوش بقكم تاني. السنة دي أنا أولادي مثلا بدفع لهم رقم محدد، السنة الجاية مش عارف هدفع كام، لأن هو رابطها بعملة غير عملة الدولة وعملة متغيرة. في جامعة منحت أرضها بالمجان لأمريكا وعفيت من الضرائب، وكل المنشآت الداخلة فيها أنشأتها مؤسسات مصرية من بنوك، ثم يحرم ابني من حق التعلم نتيجة عدم وجود دولار معي. والله والله بنقتطع اللي احنا بناكلش ونشرب عشان أدخل ولادي الجامعة عشان يبقوا في مستوى مختلف ويبقى ولادي مختلفين، وسوري في اللفظ ما دورش على واسطة اللي أنا أعين ابني هنا ولا أعين بنتي هنا، أنا سوري بنحط في الصخر عشان خاطر اعلم ولادي تعليم كويس. المفروض ان هم بعتوا الايميل بيقول 50% مصري و50% دولار، بعديها بقى ثبتوا السيستم فبقت كل سنه نص الدولار ده ما بقاش 50% لغايه ما وصل 70% دولار و30% مصري. وجودنا هنا ما بيقولش ان احنا الاثرياء، لو كنا احنا الاثرياء ما كناش جينا لمجلس الدوله عشان ناخد حقنا. احنا طلبه الجامعه الامريكيه هم اولاد الطبقه المتوسطه او فوق المتوسطه اللي عندهم ايمان ان العمليه التعليميه او التعليم في اي مكان في الدنيا هو سبب لنهضه الامم. نشعر بالعجز امام ابنائنا وهو احساس مر، ابني مهدد ان يفتر من جامعته لفقره.
الكلام ده بيحصل ووزير التعليم العالي مش هنا ولا ايه؟ طب ومجلس النواب ليه ما يناقش قضيه زي كده؟ ولا انتم ممكن تبصوا لها انها قضيه ناس يعني معاه فلوس؟ لا لا خالص، لا لا خالص، كلنا متاثرين بالموضوع ده. يعني انا شايفه الغلط مش ان انا شايفه ان الغلط ان اصلا التقييم المبدئي هو اللي بالدولار، مش المفروض يكون في خدمه تقدم في مصر بعمله اجنبيه، لازم تكون بال وانا متفق معاك، لازم يبقى كل حاجه. بس احنا مش المفروض نتفق في الحلقه دي؟ لا يعني يا ست مره نتفق اتنين اهلاويه. طيب خلينا نروح لاخبار النهارده بعد اذنك يا رانيا، ونبدا بخبر ان لجنه القيم بالبرلمان بتوصي، مجرد توصيه لسه هتترفع للجلسه العامه بقى، والساده النواب باسقاط عضويه مين؟ محمد انور السادات. طب ليه؟ قال لك لان محمد انور السادات قام بتسريب مشروع قانون الجمعيات الاهليه وجمع معلومات حول مجلس النواب وارسالها للاتحاد البرلماني الدولي. وش كده؟ الكلام ده مش هيدخل في دماغ المواطن، وانتوا لو بتلعبوها سياسه المواطن هيقول حاجه واحده، انتم هتسقطوا عضويه محمد انور السادات علشان يعني فتن عليكم وقال ان رئيس مجلس النواب واثنين وكلاء جايبين عربيات ب 40 مليون جنيه. رايك ايه؟ طيب اولا الموضوع معكوس، يعني احنا ما فيش دلوقتي لجنه القيم، ما بقالهاش شهر متشكله. نعم تمام. التهم او الوقائع اللي متسجله دي او اللي اتحقق فيها بيتحقق فيها من يوليا لحد نوفمبر، تمام؟ فانت بتتكلم في وقائع حصلت قبل كده، ما يرد طبعا يعني يشير ان انا عضو في مجلس النواب عشان اعرف اروح بكره الشغل وانا يعني مستريحه، عشان السادات ما يزعق، لا علشان يعني ما بقاش بتدخل في في شؤون المجلس وبفرض رايي، ولكن كل واحد ليه الحق ان هو يقول رايه. نعم. ولكن بدون تجريح في زمايله، بدون تجريح وخاصة بره مصر، احنا نقول اللي احنا عايزينه في المجلس في قاعة البرلمان وهي دي الحصانة الحقيقية، لكن ما تقولوش في الإعلام، ما تقولوش بره مصر. ما ينفعش أنا كمصري أبعت أشتكي لمنظمة دولية وأقول وقائع مش مظبوطة. هو ده ثبت فعلا يا رانيا؟ أكيد لا، يعني أنا بصراحة ما كنتش ضمن اللجنة، ولكن أكيد لو اللجنة بتوصي بحاجة هتدينا أكيد الدليل، يعني أكيد هنقرا الكلام. جواب من وزيرة التضامن برضو بتقول، يعني جواب من وزيرة بيشتكي من حاجة معينة، فلازم الحاجات دي تعتبر. طب مش شايفين إن يبقى في تدريج؟ يعني مثلا راجل يتمنع فصل تشريعي زي النائب الإسكندرية. لجنة القيم ده توصية هيدخل وهيناقش في المجلس. أكيد في ناس كتير مع وضد، انا طبعا مش هقول لك انا مع ولا ضد، ولكن لا 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 خالص، انا بس اكيد المعلومات اللي هنقراها، اكيد التقرير هيدخل يتقال بطريقه يتقنع معظم النواب، انت محتاج تلتين من النواب. ما يردد الايام دي او النهارده في المجلس، معلش خليني اقول لك الحته دي، ما يردد ان لو ما كانش في التحقيقات دي ما كانش هنوصل ان الارقام دي تطلع. العربيات دي ما كانتش حاجه جديده على المجلس، رئيس المجلس هو تاني رجل في مصر، حمايته مهمه لدواعي امنيه، هم التلات اشخاص اللي بيحموا في المجلس. طب انا مش هتكلم على يعني التقرير، بس انا بتكلم بحماية هنا. أنا حتى لو ثبت الدليل والاتهام الموجه في حق محمد انور السادات، تمام، يبقى ده يرجع للنواب في الجلسه العامه. اسقاط العضويه يا رجل، احنا ما قلناش كده، ما قلناش كده، احنا قلنا ان في جلسه عامه. يعني لجنه القيم توصي، واللجنه دي ايه يعني؟ اللجنه اتشكلت من شهر، لجنه منوطه انها تشوف اي مخالفات لاي نائب، مش لنائب بعينه او توفيق عكاشه او محمد انور السادات. ما كانش اياميها في لسه لجنه القيم، يعني ايام. بس انا رايي ان ده توجه وحش، يعني مجلس النواب المفروض ده. لا انا شايفه ان لجنه القيم لجنه كويسه، ضابط لينا كلنا لاي نائب، في اي مخالفات من حق الناس انها تحاسبنا طبعا. انا معاكم، بس انا بقول لكم اهو سياسيا الراي العام هيقول، سياسيا عشان اقول لك مفيش سياسه في البلد، لو في سياسه صح كان الموضوع ده ما كانش هيتصدر دلوقتي. يعني خليني اروح لخبر تاني. انتوا فاكرين قضيه الرشوه الكبرى بتاعت مجلس الدوله اللي صدر فيها قرار بحظر النشر؟ النهارده النائب العام طلع بيان، اصدر مكتب النائب العام نبيل صادق بيان بشان القضيه والمعروفه بقضيه الرشوه الكبرى. قال لك ثبت من تحقيقات نيابه امن الدوله العليا اعتراف كل من مالك مؤسسه للاساس المكتبي وزوجته بالتحقيقات ان المتهم جمال اللبان مدير الاداره العامه للتوريدات بمجلس الدوله والمتوفي في وهي شباب امين عام مجلس الدوله والمتوفي
امين عام مجلس الدوله السابق، طلب 800,000 جنيه على سبيل الرشوه، وتضمنت الوقائع رشوه اخرى جسديه. بس انا مش هناقش ده، انا هناقش مع رانيا قضيه مهمه جدا. هل احنا نتوسع يا اخوانا في مساله حظر النشر كده؟ كل قضيه تطلع يطلع علينا بيان من مكتب النائب العام مع كامل الاحترام ليه، حظر النشر حظر النشر. مش انا من حقي كمواطن وراي عام انه يعرف وفاقي لما كانت قضيه زي كده ما يطلعش فيها حظر النشر؟ ايه اللي كان هيحصل يعني؟ هو الراجل اللي واخد رشوه من دوله اجنبيه تجسس، انت مع ولا ضد فكره توسيع حظر النشر؟ انا حاسه اني عارفه رايك. إيه رايك؟ انا لا انا ضد رأيك. أنا ضد ان احنا نحظر، لا انا ان احنا نحظر النشر. انا مع ان احنا نحظر النشر في الحاجات اللي ممكن لما اصل احنا الشعب المصري الجميل كلنا بنشارك في الحكم. نعم. كلنا بنقول ارائنا بتوسع وبنفرض راينا. دي حقيقة. ففي قضايا ما ينفعش نعمل فيها كده. في قضايا تمس امن الدوله، تمس كينونه الدوله، تمس اقتصادنا لو 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 طلعنا اشاعات كتير. ففي قضايا احب ان احنا يكون فيها حظر للنشر، وزي ما شفنا دلوقتي لما الامور واضح انها اتعرفت، واضح ان في تحقيقات تمت، خلاص اتفضلوا يا جماعه عرفوا المعلومات كامله. ده رايي، بس انا رايي ان ما بقاش في حاجه اسمها محظوره يعني. حظر ايه؟ يعني كله بيتعرف في الاخر، بيتعرف بس لازم يكون يعني ما يضرش التحقيق. طب عندي خبر ليكي بقى من مجلس النواب. تفضل. اللجنه الاقتصاديه النهارده بتطالب بزياده الدعم التمويني للفرد ورفعه الى 25 جنيه، انتوا عارفين ان هو كان 21، اللجنه بترفعه ل 25. طب ايه رايك في الكلام ده؟ انا اؤيده، انت هتأيديه وتسكتي ولا هتطالب انه يبقى ب 30 جنيه؟ لا هو الدعم اصلا قليل، ولكن احنا يمكن ده للناس اللي محتاجة الدعم ده محتاجين يبقى ازيد من كده بكتير. ناحية تانية انك هترفع دعم من سلع تانية اخرى لكل الناس، طبقة تانية من الناس. نعم. فانا مع ان هو يعلى اكتر من كده كمان. ما تزعلوش مني يعني. اتمنى رانيا وهي في المجلس النواب تقول لا يعني، بس للناس اللي تستحق يعني، برضو التموين بيروح ساعات لناس لا تستحق. ما وزارة التموين دلوقتي بتعمل فرز يا اخوانا، بيقول لك في 71 مليون مواطن على البطاقه. طب احنا لو طيرنا نصهم الفلوس بتاعه النص الطاير هتتوزع على عدد اقل طبعا، هتتوزع على عدد اقل يعني. بس احيي الساده في اقتصاديه النواب، انا بقول لكم اهو اللي ليا واللي عليا، طلعوا حاجه حلوه مجلس النواب بنؤيدها. تعالي بقى ندخل على قصه الفك والتركيب اللي حاصله في التعديل الوزاري لحد دلوقتي. هو انتوا كبرلمان مش لازم تعرفوا من بدري ان مين اسماء اللي هيتم تعديلهم تغييرهم؟ فات شهر لحد دلوقتي ونعم ما نعرفش راسنا من رجلينا. شهر منين شهر؟ لا احنا عمالين نسمع على التعديل الوزاري من شهر. قال النهارده يوم 12 هيعلن او يعني هيبقى فيه اقتراحات. وصل له دعم مصر امبارح في اجتماعه المكتب السياسي ان دعم مصر هينتظر لحد اخر السنه الماليه في يوليو ان شاء الله. يحاسب الحكومة طبقا للبرنامج اللي قدمته الحكومة. بعد كده نشوف بقى الحكومة اكيد هيستبدل زي مدرب الكورة يعني في الماتشات اللي احنا لسه مستمتعين بيها قريب، بيبدل اللعيبة اللي محتاجهم، بيدخل ناس ويفرج ناس. انت كنائبة في البرلمان عايز رئيس الوزراء يتغير ولا يستنى؟ يعني انا تعاملت معاه كتير وشايف ان هو بيأدي اداء كويس بصراحة. يعني ممكن يستنى. انا احب ان هو يستنى. طيب انت عمال تجاوب اجابات دبلوماسيه كان شفت بقى. لا مش دبلوماسيه، انا قلت رئيس الوزراء، انا ما قلتش. طيب. كل الوزراء. خلينا نروح لفقره سؤال وثلاث اجابات، والسؤال النهارده سالنا حضراتكم في الشارع بنسمع عن انجازات الحكومه بس مش بنحس بيها، تفتكر ليه؟ ادينا للساده المواطنين المشاهدين ثلاث اختيارات، لان الحكومه بتخبيها عشان خايفه من الحسد. أيوة. ولا الانجازات بتظهر على المدى البعيد، ولا احنا شعب ما بيعجبوش العجب؟ تعالوا نشوف اجابات كواليتي. عشان الانجازات بتظهر على المدى البعيد. الانجازات بتظهر على المدى البعيد. عشان الحكومه بتخاف تبين انجازات عشان خايفه من الحسد يعني. عشان الشعب ما بيعجبوش العجب. عشان الانجازات بتظهر على المدى البعيد. عشان الانجازات بتظهر على المدى البعيد. ما عجبناش العجب ولا صيام في رجب. عشان الحكومه بتخبي انجازات عشان الحسد. عشان احنا شعب ما بيعجبوش العجب ولا صيام في رجب. عشان الحكومه بتخبي انجازات عشان خايفه من الحسد. علشان الانجازات بتظهر على المدى البعيد. عشان الحكومه مش رايحه بتظهر على المستوى البعيد. عشان احنا شعب ما بيعجبوش العجب. المواطن ليه مش حاسس بانجازات الحكومه؟ عشان على المدى البعيد. المدى زي البعيد زي ما قلنا في الاول، الـ 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 العاصمه الاداريه الجديده حاجه للمدى البعيد. يعني استنوا بقى، في مثل بلدي كده انا عارف انك مش ما سمعتوش،
انت من مواليد جاردن سيتي ولا لا؟ لا بيقول لك انا مستني السمنه من بعد بطن النمله عمرك ما هتقلي. فانت مستني السمنه من الحكومه على المدى البعيد يعني. يحيين ويحيكوا ربنا ان شاء الله. على فكره مصلحه لينا كلنا انهم يعملوا كويس. يا مسهل يا رب يموت يا رب. المهم خلينا بعد الفاصل مع الفنان الكبير الجميل محمد ابو داود. بعد الفاصل، محمد أبو داود ممثل تلفزيوني ومخرج مسرحي مصري، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية التي وصلت إلى أكثر من 100 مسلسل وعشرات الأفلام والأعمال المسرحية. أخرج للمسرح عدداً من المسرحيات، ومنها عفريت لكل مواطن، وتزوير في أوراق عاطفية، ومولد سيد مرعب. على شارع شارع وحارة حارة، أي حد اسمه محمد علي هتوب. لما وافقت على الإشراف على الرسالة بتاعتك كنت متأكد إنك هتختاري موضوع صعب. على العموم إحنا بالنا طويل قوي ما بنزهقش. ولا إحنا بنزهق يا باشا. طلته على الشاشة لما بشوفه كده بيتقالك ده فنان من الزمن الجميل، واحنا بنتكلم زمن جميل كان احنا بنتكلم على حاجات قديمة قوي رغم انها قريبة. محمد ابو داود مع حفظ الالقاب يعني غير انه 100 مسلسل و30 فيلم، بس في كل عمل فني بيظهر فيه ليه بصمة. ممكن ما كنتش واخد ادوار البطولة، ممكن تخرج من العمل الفني مش فاكر البطل، بس فاكر نماذج بيقدمها محمد ابو داود. هقعد اقول كل ضيف بقابله انا بحبه، بس انا بحب محمد ابو داود. ازاي؟ ازاي حضرتك؟ كلنا بنحب حضرتك. ربنا يخليك يا دكتوره، ربنا يخليك يا استاذ محمد. انا يعني ربنا يسهل طبعا دكتوره رانيا عضو مجلس النادي بتاعي. شايفه النهارده يوم اهلاوي صميم. انت طلعت برضو منهم اهلاوي؟ امال كنت كمان مدرب مننا. انا كده القعده كلها واحب الاول اشكر حضرتك والدكتوره رانيا اولا على فقرة المحافظ اللي هو علاء أبو زيد. علاء أبو زيد الحقيقة نموذج مشرف لمصر، ويمكن لما كنت بتكلم مع حضرتك في التليفون إن من أهم الأشياء اللي أحب إنها دايما تطرح اللي بقولها في الإعلان إن البني آدم يبدأ بنفسه. فلما نلاقي نموذج جيد زي المحافظ علاء ابو زيد، يعني لابد زي ما حضرتك قدمته كده ان يتقدم، عشان بدل ما الاعلام بيوري النماذج السيئه او كل ما هو سيء فينا، لا عايزين نوري النماذج الجيده واللي ممكن تفيد مصر. ومن هنا بقول برضو للرئيس عبد الفتاح السيسي الله يقويك علينا وعلى المشاكل الكثيره اللي في مصر اللي نفسنا انها تزول وحتزول ان شاء الله، بس نتحمل شويه. اسمح لي استاذ محمد، وانا كنت اول حاجه بدات بيها حلقه النهارده، انا كمواطن واحنا متابعين فنانين جمال رائعين اسروا حياتنا، انا بحزن لما بلاقيهم في اواخر ايامهم يعني في مشاكل ماديه لعلاجهم. هو واحنا انطباعنا كمواطنين ان الفنان من الناس ذوي الدخول المرتفعه يعني لا بيعملوا فلوس كويسه، هي ليه الدنيا بتيجي في الاخر وتقفل كده؟ يعني ما بيعملوش حسابهم ولا الدنيا ايه يعني؟ مش عارف. يمكن اللي حضرتك بتقول عليه ده كان في الجيل القديم اللي هو ما خدش من الفن بل اعطاله، لان اغلب النجوم القدام العظام الحقيقه هم صرفوا على الفن، خدوا بس مش قد ما اعطوا. يعني زي حضرتك وانت عارف يمكن الفن زمان كان اللي بيخشه ده ما لا تؤخذ شهادته في المحاكم. نعم. فابناء الاسر زي يوسف بيوهبي وسليمان بنجيب والفنانين الكبار، الاستاذ نجيب الريحاني والدته طردته من البيت لمجرد انه بقى عايز يمثل وقعد في الشارع. يعني كانوا زمان هم بيحبوا الفن
وممكن يضحوا بأي حاجة علشان حبا في الفن. وعملوا شيء عظيم. يمكن احنا لسه مطلعين المذكرات بتاع الأستاذ سمير خفاج الجزء الأولاني اللي هي أوراق من عمري، كاتب عن عظماء كثيرين يعني منهم. أذكر لحضرتك موقف لطيف قوي من اللي كاتبه بعد وفاة الأستاذ نجيب الريحاني، وهو كان شاب صغير وتعرف على الأستاذ بديع خير رحمة الله عليهم جميعا يعني. فبيعيد تكوين فرقة الريحاني، فقال له ازاي بتعيد تكوين فرقة الريحاني وما تجيبش الأستاذ بشارة وكيم يعني، وهو زميل للأستاذ الريحاني وكده. فالأستاذ بديع قال له بشارة دلوقتي ما ينفعش. فالأستاذ سمير مشي زعلان جدا، ازاي انه يقول على بشارة وكيم انه ما ينفعش، هو الفنان ده زي خير الحكومة كده لما يكبر يضربوه بالرصاص يعني، وكان حزين. المهم بعد شوية في ممثل شايف ان هو هيبقى نجيب الريحاني وكون فرقة بفلوسه ومثل، وجاب الأستاذ بشارة وكيم والفنانة كاميليا ويمثل جنب منهم يبقى هو البطل. سمير خفاجي حجز تذكرة في أول عرض المسرح أرش كومبلي مليان، ظهر الأستاذ بشارة على المسرح سوكسي رهيب لمدة طويلة، بدأ يمثل صوته ضعيف كبر، بدأ بعد شوية الناس صوت بالراحة، بدأ يحاول يعلي الصوت. طبعا كان من الكبر برضو مخارج الألفاظ ما بقتش واضحة شوية، بدأ يحدث هرج ومرج في الصالة. بعد ربع ساعة فوقف بشارة وكيم ونزلت الدمع من عينه وقال أسعدتهم واستحملتهم ربع قرن، ما استحملونيش ربع ساعة. وبعد ما خلصت ما كملش الرواية يعني، ومات بعد منها بأسبوع. هنا يمكن الأستاذ سمير كان ذاكر الواقعة دي، هو في فترة على الفنان في مرحلة ما إذا ما قدرش انه يواصل يعني، هنا كلمة نجيب الأستاذ بديع خيري كانت حقيقية، ان الأستاذ بشارة هنا دلوقتي ما ينفعش، يمكن ما عندوش الصحة والجهد بالمسرح بالذات. هم زمان ما كانوش بيعملوا حساب بكرة، انما بيحبوا الفن وبيعطوله. يمكن الأجيال الجديدة منهم اللي بقى واعي وبقى بيعمل مشاريع حساب. في بعض منهم، انما البعض برضو لأ، انما بنحاول او النقابة من بعد صدور القرار بانشاء انها تبقى نقابة مهن تمثيلية، هي كانت النقابة موجودة قبل كده نقابة عمالية يعني كان فيها في اعضاء مجلس ادارتها يعني من الاستاذ نجيب الريحاني وجورج ابيض وسراج منير، اعضاء كتير كثيرين، لحد لما في قانون لما اصدر مجلس الشعب سنة 78 قانون 30 بإنشاء نقابة مهنية، بدأ النقباء على مدار السنوات يعني إن تبدأ النقابة تتطور تعمل مشروع للعلاج، بدأ في مشروع للعلاج وإن كان لسه مش بالقدر الكافي يعني. المسرح في مصر دلوقتي انا شايفه ان يعني انا يمكن مش من الجيل القديم قوي، ولكن واحنا صغيرين كان في رحله بنروح العيله كلها طبعا نتفرج على مسرحيه ونخرج مبسوطين. فين المسرح النهارده؟ حضرتك شايفه فين المسرح؟ وانت مخرج مسرحي كمان الحمد لله، انت اخرجت تقريبا 20 مسرحيه لكبار نجوم مصر، انما ما اخرجتش يمكن اخر عمل عملته مولد سيدي المرعب 2010 للمسرح. يعني حاجه زي مسرح مصر كده حضرتك شايفها دي كوميديا زي بتاعه زمان الحلوه اللي متفرج عليها، ولا شايفها ايه تصنيفها عند حضرتك؟ كده دخلتك في الغميق. ايوه يعني انا اسف. المسرح زي الفل، شب مات من فتره، ويمكن بعد ثوره 25 يناير المسرح ما بقاش موجود لعده اشياء. أولها إن دور العرض عندنا سيئة للغاية ولم تتطور يعني، المسرح في الخارج خشبة المسرح نفسها التقنيات بقت عالية علشان حضرتك تنزلي من بيتك بعد التلفزيون
اللي هو قاعد في بيتك وبيقدم لك اشياء جميله والمسرح في البيت كمان في التلفزيون فبقى تمام. لا المسرح اللي في البيت ما هوش مسرح انما عشان انزل واروح المسرح يبقى هشوف حاجه مختلفه عن اللي بشوفها في التلفزيون. ولذلك حضرتك لما تروح بره هتلاقي نوعيات المسارح كلها موجوده، مسرح الكوميدي، الميوزيكال، الاستعراضي، التجريبي، الفودفيل، الوان مان شو، كل ده، وكل مسرح وله جمهوره وموجود. بس خشبه المسرح نفسها التقنيات اللي بقت فيها لما تشوف استعراض وتلاقي ميه نازله وشلالات على المسرح وابهار يبقى انت هتروح المسرح لان ده مش هتلاقيه في التلفزيون. انما لما يبقى مفيش شيء فاصبح لا تقنيات ومواضيع بقت مستهلكه ومواضيع ما تهمش المواطن المصري ولا مشاكله هيروح المسرح ليه؟ مسرح مصر اللي حضرتك قلت عليه اذا جينا قلنا واتكلمنا اذا كان له انا بدي مثال عشان ما يزعلوش مني بس لا قول لي اذا كان له حسنه يعني نحن لا وجه حسن انا لو له حسنه لو له حسنه انا كنت بقول ان اشرف عبائي في الفتره يعني له الميزه اللي عملها ان بعد الثوره ومحدش يقدر يروح لسينما ولا مسرح من العائلات انه قدر يرجع الناس للمسرح وان كان هو مش المسرح اللي نقدر نقول عليه مسرح ولكن طب ده تسميه ايه؟ يعني اللي بيعامله اشرف عبائي ده ايه؟ شكل من اشكال المسرح ده موجود انك بتعمل شويه اسكتشات كوميدي سكتشات تضحك انما مش هو المسرح مش المسرح بمفاهيم سيدة الجميله لا سيدة الجميله انا نفسي اخد اولادي يعني واروح مسرحيه زي بتوع زمان والله مفيش دلوقتي يعني لو حضرتك مسكت وقريت الكتاب وارجو هذا اوراق من عمر نعم سمير خفاجي هو مش بيتكلم عن مذكراته ولكن بيتكلم عن مرحله مهمه جدا في تاريخ المسرح سمير خفاجي بقى يعني سمير خفاجي عمل 64 مسرحيه من انتاجه وتاليفه بس فيهم 34 مسرحيه شيء عظيم بس كافح قد ايه وتعب قد ايه عشان يعمل مسرح بدءا من مع الراحل العظيم الاستاذ فؤاد المهندس بكل العباقره بقى الاستاذ مدبولي الاستاذ عوض الاستاذ عامل هنيدي مرورا بالشباب الجديد من عادل امام وسعيد صالح وابو بكر عزت يعني عمل اجيال ومسرحيات. استاذ محمد انا بس عايز ارجع تاني لفكره انت ما جاوبتنيش يعني فنانه كبيره زي ناديه لطفي ما تبقى موجوده في القصر العيني مديحه يسري 93 سنه وظروفها الصحيه واعرف ان في فنانات راحلات الناس قال لهم يعني الرحمه لا كنتوا بتجمعوا فلوس علشان تعالجوا. بتكلم هنا على المجتمع الفني يعني الـ الـ يعني مش طبعًا نقابه بس كلمني هو وانت لما كنت سكرتير عام نقابه مش المفروض ترفع سماعه على رئيس وزراء يجي يقول لك اهلا بكل فنانين مصر وكنت بتلاقي الدعم ده؟ الدوله وقفت معانا وساعدتنا وبالذات القوات المسلحه يعني احنا في الفترة اللي كنت فيها كسكرتير عام مع الأستاذ أشرف أبو غفور النقيب كان الأستاذ أشرف أبو غفور بيجيب من القوات المسلحة جوابات لعلاج كثير من الفنانين على نفقة القوات المسلحة وبالتحديد في مستشفى المعادي للقوات المسلحة اللي هي فيها مدام نادية لطفي ده بعد ما زورتها السيدة حرم رئيس الجمهورية وطلبت نقلها كانت في القصر العيني وكان القصر العيني شايلها وكانت بتعالج على اعلى مستوى ثم انتقلت الى القوات المسلحه وانا كنت في زيارتها قريب. الفنانه مديحه يسري من اعظم الفنانات يعني لما كنت على اتصال بيها حتى وانا في النقابه واقول لها محتاجه شيء هي الحمد لله ربنا يكرمها هي مش محتاجه لحد انما الاهم من يعني مش عايز اقول لحضرتك في فنانين كتير وراحوا المعادي للقوات المسلحه وفي ناس تانيين كانت الظروف لا تسمح النقابه وقفت بشكل طب هنتكلم دبلوماسي ولا نتكلم بجد؟ كبار نجوم بجد السينما في مصر لما حد يرفع عليهم سماعه من حضراتكم ويقول لهم عايزين مساعده ماديه للفنان الفلان بيدفعوا ولما بيدفعوا فلوس بجد ولا نظام يعني لا في كثيرين ساهموا بشكل محترم
انتوا كفنانين بتضامنوا بشكل حقيقي؟ في فنانين كتير لما كانت يعني النقابه زي ما حضرتك عارف دخلها محدود وحاولت تعمل مشروع ترفع سماعه على يعني مش عايز اذكر اسماء النجوم الكبار، انما اللي حصل ان هناك لبعض الناس وتم المساهمات والحمد لله اتسطروا، انما مش ده المطلوب. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان زي الفنان زي اي مواطن ان يكون هناك تأمين صحي حقيقي لكل مواطن. اي نعم البلد بتمر بأزمة وبظروف، انما لازم ننهض بده مش بس للفنان، لكل مواطن مصري، ان لما يتعب يبقى فيه التأمين الصحي. انا راجل كنت موظف في الدولة وليا تأمين صحي، لما اجي اتعب التأمين يشيلني، انما ما يبقاش يقول لي لا ده مش تبع، انت مش تبعنا، انت ليك حدود قد كده، ما ينفعش. لابد يعني في الدول المتقدمة والمتحضرة المفروض التأمين الصحي مهم جدا لكل مواطن مش للفنان بس. نعم. طب حضرتك كم سنة كنت في النقابة؟ كسكرتير للنقابة وليه استقلت؟ يعني هل ما لقيتش اللي نفسك تعمله في المكان، ولا ما حسيتش ان الظروف متاحة؟ انا من زمان وانا من صغري، من اول ما انشأت النقابة من 78 وانا يعني مهتم سواء بالجمعيات العمومية او بالمحافظة العمل العام، بدءا من اول نقيب للنقابة الأستاذ زكريا سليمان، ثم الأستاذ حمد الريس، مرورا بالنقباء الأستاذ عبد الغفار عودة، ولحد ما دخلت المجلس مع الأستاذ يوسف شعبان وقعدنا فترة وعملنا الحمد لله إنجازات كويسة في فترة الأستاذ يوسف شعبان. خدنا لأول مرة نادي للنقابة على النيل في البحر الأعظم، بدأ يتعمل ب الله يكرمه الدكتور سلام لما كان وزير للصحة وراح له الأستاذ يوسف شعبان. إيه المشاكل اللي في المجتمع الفني اللي واجهتوها؟ واجهنا عدة عقبات. أولا إن نظام التشغيل في مصر سيء. تمام. القانون، أنا من أنصار تطبيق القانون في كل شيء في مصر، لو القانون اتطبق كل شيء هيستقيم، انما للاسف الشديد احنا عندنا قوانين متعارضه، عندنا قوانين بيتعمل لها الثغرات بتاعتها. يعني ما فيش مثلا احنا الفنانين بيشتغلوا اكتر من 16 و18 ساعه في اليوم، مع ان القانون للعمل 8 ساعات. لا مش هما بيشتغلوا، انتوا عايزين تخلصوا المسلسل بسرعه وتقبضوا فلوس. ما هو لو في، لا ما فيش حاجه اسمها كده. ما هو للاسف الشديد لو في نظام بيطبق، ويمكن ده كان راح وطرحه الاستاذ حمد غيث ايام ما كان نقيب، عندما كان اللي يتحكم في الفن فقط التلفزيون المصري، وده كان شيء جيد في لحظتها، انما للاسف لم يطبق حتى من التلفزيون المصري. يعني هو كان عايز يعمل حاجة اسمها العقد الموحد زي ما بيحصل بره. عقد موحد يعني ايه؟ يلتزم به المنتج والفنان. انما النهاردة حضرتك اي منتج بيقول الشوية دول بكام، هتعمل دول بكام، مفيش لا احترام للفنان ولا العمل، وفي نفس الوقت بعض الفنانين ما بتحترمش العمل لان مفيش انضباط. فما بتيجي تعمل ده، يعني في الفترة اللي احنا قعدنا فيها انا والاستاذ اشرف غفور الست سنوات قبل ما استقيل من حوالي 9 شهور، كنا بنقف وقفات شديدة سواء مع المنتج او مع العضو. وطلعت يمكن في قناة لما حصل ان اتخذنا قرار بوقف فلان او فلانة او لتطبيق القانون، لتنفيذ القانون. حضرتك اذا كنت عايز نفذ القانون، القانون يتنفذ على الكبير والصغير. وفوجئت بحاجات، يعني وانت بتطبق الصح انه بتنفذ على الصغير بس. احنا ما كناش بننفذ على الصغير يعني. بس كنا بننفذ على الصغير والكبير وخدنا قرارات، بس اوقات كتير انت كعضو مجلس انت اللي تتضر انك تقعد في بيتكو وما تشتغلش. يعني بس ما بيهمنيش، لان اللي بيرزقني ربنا. بس هتقدر تتحمل قد ايه؟
انا وكان الاستاذ اشرف غفور مع المجلس متفاهمين في اشياء. جيت بعد كده حسيت ان انا مش قادر اكمل بقى، لان هناك اتفاق مع مجموعة. اذا بقى في المجموعة ناس يعني، ويمكن دكتورة رانيا كانت عضوة مجلس مدلالي وعارفين، يا المجلس يبقى كله صح ايد واحدة ومتفق، ممكن يبقى في وسطه اتنين تلاتة بس الغالبية. انما لو الغالبية مش هيبقوا متفقين مش هتقدر تعمل حاجة. حتى اتنين تلاتة بيحترموا رأي الاغلبية كمان، ولو ما احترموش اهو في اغلبية صح. انما لما هلاقي نفسي انا بقى بحارب طواحين الهوى وانا بس اللي بتضر، لا. اتأثرت قعدت في البيت فترات عشان اراك في المجلس؟ بس ما يعني ما بس لا ما تمنيش، لان انا علمته ان رزقي في السماء لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي، فما بيهمنيش. فانا بعمل اللي انا مؤمن بيه وبس، اللي انا بحس اني بعمله. لو انا بقى اتضريت انا اللي ضريت نفسي، انا حر يعني، يبقى انا عليا ان اتحمل. بس انا مؤمن ان بدان بتعمل الشيء الجيد هيبقى له اثر ولو بعد طويل. حتى بعد ما خرجت الحمد لله الناس بيقولوا عليا ان انا راجل محترم وان كنت كويس. الرئيس السيسي كان بيتكلم على العشوائيات مره في خطاب، مش عارف سمعته ولا لا، بيقول العشوائيات فيها ناس كويسه او ما تصدقوش الافلام اللي بتتعمل عنها. بيقصد افلام العشوائيات. هنا احنا يبقى احنا لازم ناخد خط ان احنا نكون ضد الافلام اللي بتنقل صور من الواقع، ما ده احنا عندنا عشوائيات. وهل الفن هنا يجمل ولا بينقل الصوره زي ما هو؟ رايي انا الشخصي كمحمد ابو دلال واللي بعمله كمخرج وكفنان، انا ضد نقل الواقع كما هو الى الشاشه. ليه؟ لان المفروض ان الفنان بيقدم ما يجب ان يكون وليس ما هو كائن. نعم. علشان اقدر حل حل بالمجتمع. المشكله اللي موجوده لما باجي اطرح قضايا اطرحها، لازم احاول اطلع المشاكل اللي في العشوائيات، لكن مش لازم ان انا اعرضها بكل ما فيها من سوءات. لان لما باجي اعرض هذه السوءات حتى لو كانت هي مداريه، بيجي المشاهد بعد كده او اللي كان في العشوائيات او اللي بيعمل هذه الموبقات بعد شويه هو كان فاهم انه بيعملها في الدره. يعني راي حضرتك في ابطال الافلام اللي احنا بنشوفهم زي فيلم مثلا الاسطوره، او مش عايز اقول الاسامي محدده، افلام او مسلسلات البطل فيها يا بلطجي يا واحد بيضرب حد، يعني البطل ممكن يقود الشباب انهم يحبوا يبقوا زيه، راي حضرتك في نوعيه دي من المسلسلات او من الافلام؟ لا انا دايما رايي، بس قول رايك بصراحه. لا انا رايي بصراحه ان اللي بيعمل فن رديء زيه زي تاجر المخدرات زي القواد، لانه بيضر لانه بيضر المجتمع صح. لان انا النهارده انا مهمتي الفن في الاساس هو متعه ولكنه يحمل قيمه، هدف، شيء لازم اقدمه للناس. ان انا ممكن اقدم له الوحش بشكل معين بس عشان يقول يا ده وحش يخاف منه فما يعملوش فيعمل الصح، عشان بطل الشباب كلهم عايزين. انما لما اعمل شيء يبقى هو ده القدوه وهو ده الرمز، النتيجه ان لما يجي يقلده الاخرين يبقى انا عملت فجور في المجتمع. ولذلك احنا النهارده لما بنقول الثقافه اللي جات لنا من بعض الاعمال الامريكاني هي ثقافه القبح مش الجمال. الفن جمال. انما النهارده حتى حضرتك في الاسواق وفي اللبس وفي كله هو بقى القبح، تدهورت الحاجات المقطعه. ايه الحاجات المقطعه؟ لان تدهورت. بس الشباب هيشوفونا هيضحكوا علينا. لا ابني لازم يجيب البنطلون متقطع 100 حته. ما انا بقول ان وبقى في حاجات على القمصان غريبه. ما هو استاذ محمد ما دي ثقافه قبح. اتفرج بقى الحاجات الافلام القديمه الجمال بالزبط. ان انا اشياكه، ان يبقى ايه، ان اقول حاجه جميله، ان اسمع جمله موسيقيه حلوه. افتح حفلات ام كلثوم ايوه ده واتفرج عرض ازياء اتفرج عليها لحد دلوقتي. وانا اصلا لان انا عشت هذا العصر.
طب بعيد عن هذا العزم، ام كلثوم امبارح رانيا كنت بعرض خبر ان عمرو دياب طلب ان اللي يحضروا حفلته في الفالنتين دي ايوه يلبسوا فورم يلبسوا بدل نص الناس واقفه في الحفله هي. طيب يعني انت عمرو دياب اللي علمت 30 سنه الشباب يقولك كاجوال وتيشيرت جاي تشترط عليهم يعني. ومال ما يمكن بقى فيه جزئيه للتطور، انا مع التطور، يا ريت ان احنا نحاول نبدا بنفسنا ونقول، وكل واحد اللي عنده حاجه جيده وشايف ان له اتباع ومريدين ومحبين ان ياخدهم للحته الحلوه. ان بدل ما كل واحد بيجي يقول بيرمي يبقى راكب عربيه فارهه ويروح رامي الورقه من العربيه تيجي تقول له يا استاذه، يقول لك هي جت عليا انا. ايوه يا استاذ جت عليك، ما هو لما حضرتك ترمي وانا ارمي والتالت يرمي الشارع يبقى زباله. ازاي احنا عايزين ننظف؟ عايزين نبدا بالنظافه. عشان نبدا ابدا بنفسك، خلي في ايدك الورقه لحد اقرب صندوق زباله. خليها لما تطلع البيت، خليها هنلاقي نفسنا بعد شويه ده هينضف. انما كل واحد في اي حته بيرمي اي حاجه، حضرتك بتبقى قاعد، واحد قاعد في بيته الشباك جنبه وهو في شقته والباسكت فيرمي من الشباك، طب ما انت وسخت تحت من، ما هو ده بيتك. تخيل حضرتك الصوره لو احنا عملنا ده، لو كل واحد زي ما بينظف في بيته بقى قدام شقته على البسطه على السلم قدام البيت، نظفنا الشارع. بالمناسبه دي بعد ثوره يناير ولما جم الناس والشباب نزل عشان ينظف ميدان التحرير، فجوا لي بنتيني قالوا لي هنروح ميدان التحرير ننظف. قلت لهم ليه ميدان التحرير؟ هو كل الناس هتروح ميدان التحرير؟ طب ما في عندنا في الشارع بتاعنا صح والبتاع. فلما عجبتهم الفكره فعلا نزلوا الشارع نظفوا الشارع وبيضوا. لو كل ناس في منطقة بتاعتهم الشارع الحارة المنطقة زي ما عمل محمد صبحي لما كنا في ونيس، لما بدأ بالحارة صح ان احنا هننزل ننظف وهتبين. لو كل واحد عمل كده في المنطقة بتاعته بقى النظافة موجودة. الفن المصري الأصيل اللي احنا يعني نحب نرجع تاني، حضرتك شايف ازاي يرجع والشباب الموجودين دلوقتي في المجال هل هم جاهزين للنقلة ان هم يحاولوا يرجعوا تاني للزمن ده؟ ما هو عشان هم جاهزين هم بيتلقنوا من مين؟ ما هو لما انا الاقي اللي بيقدم مسرح، ما هو بقول المسؤوليه مسؤوليه الفنان ولا القياده ولا كلنا عمالين نرمي المسؤوليه على بعض. ارجع اقول كل واحد يبدا بنفسه. لما جم يقولوا لي لما بعد ما اخرجت في مسرح الدوله وعشان اروح اخرج في القطاع الخاص اعمل كذا، قلت لهم لا اللي انا عايزه. وعملت ها وعملت اللي انت عايزه في مصر. عملت في اكتر من عمل بعد معاناه جهد صح وتعبت واستبعدت، انما برضو ما همنيش، بس ما قدمتش غير اللي انا عايز اقدمه. فعلينا ان احنا على قد ما نقدر يا جماعه الكويس في الحته الفلانيه، وفي عندنا شباب كويس وفي عندنا فنانين كويسين، بس للاسف هم ناس اصحاب المصالح اللي بيقول لك المصالح تتصالح، اللي عايز يكسب المكسب السريع، اللي بيبص تحت رجليه معك. اللي مش في المجال في كل المجالات. لا يا اخوانا احنا اللي هنجنيه من خلال ولادنا. اذا كنت انت فاهم ان انت خلاص استقريت وبقيت كويس ومش واخد بالك، الاثر هيجي على ولادك وعلى اولاد ولادك. انما انت لما هتعمل الشيء الكويس والناس تقتدي بيك، اولا ولادك ثم جيرانك ثم اخواتك ثم اللي حوالين منك، انت هتبدا تغير. كل واحد يبدا بنفسه، شايف ان ده غلط ما يقولش انا مالي هي جت عليا. زي ما بنقول احنا بنصلي وما بنعملش باللي في الصلاه، ما بنراعيش ضميرنا، نراعي ضميرنا. ده الجمله دي اللفظ اللي هيطلع مني ده هيضر الناس، يبقى مش هقوله. انا عن نفسي باجي احاول اقول لا انا هنا بعد اذنك مش هقول الجمله دي، هقول بما معناها بس ما تجرحش، لا يتم تداولها. فعلشان فهيبقى في امل، بس احنا
نقول يا اخوانا كل واحد في موقعه يراعي ضميره، وبدل ما نبص بس على نص الكوباية الفاضي نبص على النص المليان، ان لسه ده الحمد لله انا قدامي نص كوباية. انا معاك، ومع ان يكون ختام حلقة النهاردة انا ورانيا هو عودة الضمير يعني، وربما ده يبقى حلقة تانية. انا في نهاية لقاءنا انا بشكر ضيفي الكريم الفنان الكبير استاذ محمد ابو داوود، نورتني. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر الدكتوره رانيا وبشكركم على اللقاء الجميل ده وعلى اللي انتم بتقدموه، واتمنى يا استاذ محمد ان نظهر الحسنات اكتر من السيئات، لان احنا في مرحله صعبه البلد في مرحله صعبه، ولكن في انجازات كثيره زي ما حضرتك في التقرير اللي كنت عامله. لا احنا فعلا ما بيعجبناش العجب يعني، عشان نبقى متفقين. عايز اقول لكم هاشتاج بكره اسمه النائب المشاغب، ورانيا مش معايا بكره الحمد لله، هيبقى معايا النائب محمد انور السادات، ونقعد بقى نساله زي ما احنا عايزين. نورتيني رانيا النهارده. ميرسي، سعيده بوجودي مع حضرتك النهارده. ايه رايك في الساعتين عدوا بسرعه؟ جمال جمال. انا بشكركم، بكره ان شاء الله هيرجع نائر ونقير تاني مع احمد سالم. يا مسهل ربنا يجيبه بالسلامه. حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.